أهلا ومرحبا بكم في موعدكم اليومي كل يوم الستة ونص مع ناس نسمة اليوم باش تسلط الضوء على تكريم إعادة إحياء ذكرى بل وأيضا تعميق الذاكرة وتمتينها ذاكرة التوانسة اللي يلزمهم يعرفوا أنه البلاد هذية تبنات بفضل رموز بفضل شخصيات وطنية نساء ورجال حطوا اللبنات الأولى متاع تونس الحديثة تونس الجديدة تونس اللي تستلهم من تراث هذايا باش تقاوم وتصمد اليوم في اللحظات الحرجة اللي قاعدة تعيش فيها من اللحظات الحرجة هجمة كاملة نسميوها إرهاب نسميوها رجعية نسميوها مؤامرة تختلف مسمياتها لكن هدفها واحد أنها تضرب وجه تونس الجميل المتميز عن غيرها من البلدان والمجتمعات أحد أبرز الناس اللي نحتوا التجربة هذية في تراث تونس الوطني التنويري التحرري الطاهر الحداد اليوم بلادنا شهدت مبادرة جديدة لإعادة الاعتبار والقيمة للطاهر الحداد خاطر الطاهر الحداد هذه رمز متاع التحررية التونسية اللي شملت المرأة وشملت أيضا الحريات الاجتماعية من خلال تجارب العمل النقابي وغيرها الطاهر الحداد لمن لا يعرف أنه واجه موجة كبيرة متاع قمع انتهت بالتضييقات صحيح كبيرة لعل رمزية من رمزياتها أنه وقع شطبه من قائمة عدول التنفيذ أو عدول الإشهاد طيب أكد هالي سي عبد الحميد لرئيس المؤرخ اللي اليوم أتشرف باستضافته اليوم في حركة رمزية وقع يعني إعادته للقائمة هذه في حركة تعكس أنه التوانسة عليهم أن يكون أوفياء للرجال والنساء اللي بنوا البلاد هذه باش نبدأوا البارتي الأولى بالحديث على المبادرة هذه البارتي الثانية باش نستضيفوا بو نذير الكتاري سي سامي الكتاري باش تبقى القضية هي حية وما تموتش يلزم كيما استضفنا المرة اللي فاتت سي معاوية الشرابي بو سفيان اليوم نستضيفوا سي سامي باش قلنا شنو هي آخر تطورات القضية هذه عندنا في السياسة كتلة آفاق تونس تسحب الثقة من مكتب المجلس وتعلق نشاطها وآفاق تونس يتهم بعض الأطراف اللي تتآمر عليه وعلى رأسها الكتلة الاجتماعية تاع سي مهدي بن غربية وسي إياد الدهماني باش يكون معنا سي كريم الهلالي عن آفاق تونس وبعد جوست بعده يدخل سي إياد الدهماني للرد على الشيء اللي تقال اليوم ثم ننهيو ناس نسمة بالمعطى الاختير كالعادة الإرهاب والمعركة ضد الإرهاب باش نطرحوا سؤال رئيسي ليندرى المعركة هذه مرتبطة بظاهرة محلية الإرهاب هذا ولا نحن في نهاية الأمر ضحية صراع قوى دولية وإقليمية وباش يكون حديثنا هذية على ضوء الفيديو الأخير اللي هبطته داعش منذ قليل يعني يتكلموا فيه بعض الشباب التوانسة المنتمين للتنظيم هذايا بكم كبير متاع تهديدات عنيفة وخطيرة جدا باش نرجعوا لكل هالمحاور هذايا لكن نشوفوا في البداية التقرير هذايا عن الندوة اللي عملت في إطار إحياء ذكرى وفاة الطاهر الحداد ونبدأ النقاش مع الدكتور عبد الحميد أرقش المؤرخ والأستاذ الجامعي اللي رحب به مرحبا بك دكتور خليفة مرحبا بك وبالضيف الكل نشوفوا التقرير هذا ونبدأ النقاش أب امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر الحداد هو رائد الفكر الإصلاحي التونسي في ثمانينيات القرن الماضي وهو اللي وضع الأسس النظرية للقراءات الحديثة للمدونة الإسلامية بما فيها الشريعة إلا أن علماء الزيتونة وقتها نبذوه وتنكرت له النخبة الوطنية الأمر اللي خلاه يختار العزلة إلى حين وفاته في 7 ديسمبر 1935 واليوم وبعد 80 سنة على رحيله تم تكريم الحداد من قبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريجيف عبر ندوة فكرية أما وزارة العدل فأعادت له ولو بصفة رمزية خطه بكونه عاد الإشهاد بعد ما كانوا شطبوا له اسمه في عهده أن يستعيد الحداد خطته التي سلبت منه قهرا إذن قرار وزير العدل إرجاع هذه الخطة وهي سيصدر ذلك في الرائد الرسمي رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي بدور وكرم الفقيه بمنحه وسام الجمهورية يمنحه وسام الجمهورية كما قدمه من الدولة التونسية والشعب التونسي من أعمال اللي كانت هي لبنات للنهوض بهذا المجتمع بادرة طيبة الواحد كان يثمنها ويقول بارك الله فيه وبارك الله في الرئاسة زادة كيف كيف وفي وزير عدل اللي استرجع له معناها
شهادته، وهذه أكبر مكسب بالنسبة لطاهر الحداد بعد ما مات. مبادرات ولو رمزية من جهات مختلفة لتكريم الطاهر الحداد، اتأكد أنه أول خطوة لبناء دولة متحضرة هو احترامها لمثقفها، على أمل أنه هذا التكريم يكون في حياتهم وما ننتظروش حتى يتوفوا باش نعرفوا قيمتهم. دكتور عبد الحميد لرقش، طبعا هالإصدار هذا أنت جبت لنا الإصدار محنة الحداد أحلام جيل، وثائق من التاريخ، إصدار مهم صادر على مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، تابع بالنظر لوزارة المرأة والأسرة والطفولة. سي عبد الحميد، يعني وسام الجمهورية للطاهر الحداد، إعادة ترسيمه ضمن قائمة عدول الإشهاد بعد أن أطرد منها في سياق الحملة الكبيرة اللي عرفته طاهر الحداد، يعني للناس اللي ما تعرفش، مسيرة ولادة في 1899 وفاة في 1935، المسيرة هذه الكل وهو عمره 35 سنة مكثفة، هي مسيرات مكثفة في تلك المرحلة منعرجة الثلاثينيات. محمد علي الحامي كان شابا ومات شابا، الشابي مات أقل، مات عمره 25 سنة، والحداد 35 سنة، يسمى كهل في الظروف هذيك، لكن اكتنزوا تجارب بصورة مكثفة وأعطاه للمجتمع. اللي حصل له اليوم سي برهان، اللي حصل له هو أنا شبهته اليوم بما حصل في فرنسا في قضية دريفوس في أواخر القرن 19. دريفوس وقع اتهامه باطلا بأنه كان مع ألمانيا، وإميل زولا كتب ذلك المقال الشهير جاكيوس، ودامت القضية لإثبات براءة أكثر من 15 سنة لإثبات براءته، وانتصرت الحقيقة. واليوم اللي صار الحداد يؤكد فكرة، هو أن الحقيقة تنتصر حتى وإن تبنتها الأقلية وتنكرت لها الأغلبية. والحداد مات في عزلة في سنة 35، منبوذ من الأوساط الرسمية، مش من الأوساط الأوساط الرسمية والمتنفذة، في مؤسسة الزيتونة وفي مؤسسة وزارة العدلية، وبتواطئ مع السلطات الاستعمارية، معناتها تحالفوا ضده. فنبذ باسم شنو؟ باسم كونه خرج مارق عن الدين وزنديق، في حين أنا في تلك الفترة بالذات في 1930 ماذا حصل في تونس؟ المؤتمر الأفخرستي، وعديد من الذين كانوا يواجهون ويتهمون الحداد بالزندقة والكذب كانوا في الهيئة الشرفية للمؤتمر الأفخرستي. شوف المفارقات. إذن والدولة اليوم مش عملت الدولة على كوريجي الاستوار، صححت أخطاء الماضي. هذا نقراه من جهتين، استمرارية الدولة، وزير العدل اليوم عنده القانون، واحد باش يشطب يرتير واحد، وعنده الحق باش يعين من جديد ولو بصورة شرفية، ولو ما يزمناش نقوله، يعني ديما نسمعوها معناتها ما يسعد فنان الغلبة كان من تحت الحوت، لا، هذه الذاكرة، هذه معركة الذاكرة والتاريخ. الذاكرة تحتفظ بأشياء وتنسى أشياء، ثم التاريخ بالعمل النقدي والحفريات، التاريخ يصبح معركة من أجل إعادة الذاكرة وتركيبها من جديد. واليوم اللي صار كونه تكريم في مستويين، مع الصنف الأكبر من وسام الجمهورية، هو تأكيد على أن الجمهورية الثانية هي عندها استناد وعندها عمق وعندها المرجعيات متاحة، تضرب في الحركة الوطنية والحركة الإصلاحية والحركة الفكرية بكل منابعها. ووزير العدل أن القانون يجب أن يسود ويجب أن يصحح أخطاء الماضي. وهذا علاش اليوم نجحت ندوتنا فلاسفة، علماء اجتماع، مؤرخين تلقوا من جديد، لأن قراءة، لأن المدونة متاع الحداد مازالت لم تكتمل إلى اليوم، معناتها مازلنا ننشر في الوثائق النادرة، مازالت معناتها بعض الأفكار وبعض المفاهيم التي وضعها الحداد مازالت محل درس ومحل نقاش. وجبنا الشباب الجامعي والشباب الطلابي باش يعرفوا الحداد ويعرفوا بيئة الحداد والظروف التي نشأ فيها، ومع من اختلف ومع من اتفق. والعزلة على كل حال اللي مات فيها الحداد ما كانتش عزلة تامة، لأنه حكينا اليوم على أصدقائه، على هادي العبيدي الذي أبنه
بقصيدة خالدة. حكينا اليوم على أحمد الدرعي الذي كتب ودافع على الحداد بعده، وحتى على الجمعيات التي تأسست في نوادي ضيقة ولكنها واصلت فكر الحداد. ثم أتى النظام السياسي الذي كرم الحداد مرة أولى بمجلة الأحوال الشخصية، ويكرم اليوم من جديد بعد موته من أجل صون الذاكرة، واعتبار أن هؤلاء هم الآباء المؤسسين لتونس الحديثة. خلنا نسألك سي عبد الحميد قبل ما نعطي الكلمة للخليفة، يعني باش ننزلوا المسألة هذه نخرجوها من إطار المدرسية المغلقة تاع مثقفين ونخبة، اجتمعت اليوم باش تكرم الحداد. الحداد بو هل بوتيتر، خليني نقول لو كان تسمح لي الاستعاره ولا ما تسمحليش ما نعرفش، بو المليون واش مرا اللي مشاو صوتوا في نهايه الامر، صوتوا في 2015 او صوتوا في 2014 اساسا. الحداد بو هالنساء هذوما اللي يخرجوا كل يوم ماشيين للعمل، في حقهم في العمل، حقهم في المساواه الاجتماعيه، حقهم في انه يخرجوا ماك الاطار الشرقي اللي يحب يسجنهم في الثقافه الذكوريه. هذا بوهم الحقيقي في نهايه الامر. الأبوة بينهم وبين بورقيبة، هذا سؤالي الأول، بين الحداد وبين بورقيبة، وكي يقول بورقيبة اللي هبطوا من نسله الكل واللي يقولوا نحن منتسبين البورقيبة، لشكون يعطيها أكثر، المؤرخ عبد الحميد لرقش؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، الحداد المثقف بورقيبة السياسي، هالجدلية بين الاثنين اليوم مش بيها تقطعت، اليوم ماناش نشوفوا اليوم كيف ينجم يحكم سي عبد الحميد لرقش المؤرخ على انقطاع الجدليه هذه، سياسي وحده عايم في ملكوته، مثقف وحده عالم في ملكوته، في لحظه من المفترض وينك ثنائيه الارتباط بين مثقف يعطي المشروع والسياسي اللي باش ينفذ كما شفناها حداد وبورقيبه من جهه. ثالث حاجه، اليوم الحداد في 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 رؤيه سي عبد الحميد لرقش، الحداد كفكر، الحداد كرمز، حسب رايك في وضعيه عزله امام نكوص المشروع التحديثي في وجه التحولات الكبيره اللي قاعدين نعرفوها اليوم في بلادنا، معناها تشوف شباب ماشي في اتجاه ثقافه داعش، ثقافه المحافظ، ولينا في وسط هذايا راهو تنويعات. البارح ضيفنا يحكي على ارهاب معتدل وارهاب متطرف ومحافظه كذا، يعني ولينا في ظل التنويعات هذه. الحداد في نهاية الأمر اليوم أنتم أحيتوه، ولكن في الحقيقة كنتم مش خايفين أنه أعلن عن موته؟ هي منذ نجم نقوله 2011 أصبحت قضية التاريخ قضية مطروحة للرأي العام، وقضية المعركة من أجل مش إعادة قراءة، ساعة من أجل تملك التاريخ من جديد. وصدرت الكثير من المنشورات حول ما هي النصوص المؤسسة للحركة الإصلاحية في تونس، وكان الحداد حاضر في هذه النصوص، ولكن الحركة الإصلاحية بكل رموزها وروافدها مع أزمة المجتمع اللي هي أزمة اجتماعية وهيكلية وسياسية وأزمة روحية، خلات كونه جزء من المجتمع المهمش، أصبح لا يجد إجابة مقنعة على انتظاراته، لا في المؤسسة المدرسية ولا في الكتاب ولا في المؤسسات الإعلامية ولا حتى في التراث الإصلاحي. فرفض ولفظ هذا المجتمع. إذن فهي كيف نستعيد نوع من الثقة والقدرة على تحريك الضمير؟ أنا أقول لأن الحداد شنو هو؟ كي نلخصوا الحداد نحاولوا نكثفوه في بعض المفاهيم، هو الإيمان بالضمير الحي والإيمان بإرادة الحياة التي عبر عنها الشاب. إرادة الحياة والضمير رغم المآسي التي تعرض لها، شوفوا أشعار الشابي وشوفوا خواطر الحداد التي كتبها حول الحرية وتأملاته الفكرية والفلسفية، هي أن الفكرة عندما يتمسك بها الإنسان ويؤمن بها فإنه ينجح، وأن الإنسان هو قبل كل شيء نزعة نحو التحرر ونحو العقل ونحو الحياة. هذه الفكرة الأساسية اللي هي ضد ثقافة الموت وثقافة الانتكاسة وثقافة الخروج عن إنسانية الإنسان. لا غالب ما عنديش برشا وقت سي عبد الحميد، هل تعتقد أن الحداد سيصمد اليوم؟ هو صامد، وانتصار الحداد اليوم هو إشارة قوية لأن هذا المشروع سينتصر.
واضح. سي عبد الحميد مشكور على الحضور، تمنينا نعطيه حيز اكثر من المفترض، لكن ان شاء الله مساحات اخرى جايه وبشكون ان شاء الله معنا. الكتاب نعاود نذكر به، محنه الحداد احلام جيل، وثائق مهمه من التاريخ. الله غالب خليفه باش نقدموا على المصالحه. طيب. لان هي فكره الدوله عليها ان تتصالح مع النخبه مش كان مع السياسي، هذا هو المشكل. احنا نطرح موضوع المصالحه مع السياسي، تم التصالح مع المعارك السياسيه، ولكن النخبه لم يتم التصالح معها، وهذا هو المطلوب اكثر. بعض المعارك السياسيه اليوم قاعده تقوم على المنابع والاجداد المشتركه، وكانوا غائبين باش يشوفوا. بالضبط. ما يجاو اسمعوا تو، شوفوا شنو التنوع داخل الحركه الدستوريه، هذوما الكل في الحركه الدستوريه. المره الجايه خلي يكون موضوعنا الحكايه هذه مثلا، قضيه الجد المشترك هذه قضيه حقيقيه ولا مفتعله؟ هذه عبد العزيز الثعالبي. اوكي، من توا هاي دعوه على المباشر. يعيشك عبد الحميد لرقش، سعدنا باستضافتك. ليبيا مازال فيها برشا، صحيح فيها زوز صحفيين توانسه حريصين عليهم، نذير الكتاري، سفيان الشرابي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نسمعوا عليهم الخير. في انتظار ذلك ما زالت قضيه الاتفاق بين الاطراف الليبيه المتنازعه تسيل حبر البحث على مسانده في الخارج، ولكن ايضا مسانده في الداخل التونسي. نشوفوا التقرير هذا، نعلقوا ونستقبلوا سامي الكتاري والد زميلنا نذير الكتاري. بعد الإعلان التاريخي لمبادئ الاتفاق الليبي واللي تم التوصل ليه يوم السبت الفارط في ساعة متأخرة من الليل، واللي خلص به الفرقاء الليبيين ممثلين في وفدين على البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني الليبي إلى التنسيس على تهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت. بعد الإعلان هذا تواترت ردود الأفعال وتفاعلات كل الحساسيات السياسية، ومن بينهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اللي استقبل الزوز أطراف بطلب منهم، وتم التأكيد خلال اللقاء على ترحيب تونس بكل خطوة تساعد على إنهاء حالة الانقسام في ليبيا وتمكن البلد من استرجاع واحد توسيات وضمان أسباب الأمن والاستقرار على أراضيه. والبارح توجهت الأطراف الليبية إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اللي أكد على أهمية الاتفاق اللي توصله الفرقاء الليبيين، ودعا في نفس الوقت كل القوى الفاعلة في ليبيا وفي الخارج إلى دعم هذا النهج. نعتز كتونسيين بهذا الإنجاز الذي أنجز على أرض تونس. تونس وليبيا تاريخ واحد ومصير واحد ومستقبل واحد، ولذلك نحن جد سعداء بهذا النبأ العظيم، نبأ التوافق. وندعو من كل قلوبنا، ندعو كل القوى الليبية، كل الأحزاب وزعماء القبائل والمؤتمر والبرلمان، كل القوى الليبية، كل الفصائل الثورية في ليبيا أن تبارك هذا الإنجاز العظيم. وندعو كل القوى الدولية سواء المحيطة بليبيا والقوى العربية والدولية أن تقف إلى جانب هذا الإنجاز التاريخي الذي أنجز بجهود ليبية بحتة. نحن جئنا لتونس أرض التوافق لكي نستفيد من تجربة التوافق، التجربة التونسية الرائدة. تونس شرارة ثورات الربيع العربي وبلد التوافق. عندما حصل في تونس بعض الخلافات وقف الجميع كبارا وصغارا، زعماء وشعبا، من أجل أن يتوافقوا لإنقاذ تونس. ها نحن اليوم كأطراف سياسية في ليبيا، مؤتمر وطني ومجلس نواب، نلتقي في تونس. بالأمس التقينا بفخامة الرئيس، اليوم نلتقي بالشيخ راشد، ونلتقي بكل النخب التونسية اللي ما وجدنا منها إلا كل الترحيب وكل الدعم من أجل أن نتوافق. كفانا دما، كفانا حربا، كفانا دمارا. كل الليبيين مدعوين لأن نبني وطننا مع بعض، ننسى خلافاتنا، ننسى أحزاننا تحت حوار ليبي ليبي. عندما التقى الليبيين خلال يومين فقط وقعوا على اتفاق وإعلان مبادئ لهذا التوافق. نأمل الله أن يوفقنا جميعا. أنا أدعو من خلال منبركم كل الليبيين في كل المدن الليبية، في كل القرى الليبية، حتى خارج ليبيا، في تونس، في مصر، في كل بلدان العالم، أن يخرجوا الجمعة القادمة في مظاهرات لدعم وتحشيد شعبي لهذا التوافق وهذا الحوار الليبي الليبي. ونسأل الله أن يوفقنا في جمع كل الليبيين إن شاء الله. سعدت بلقاء شيخنا الشيخ راشد الغنوشي اليوم وزيارتي له لنستقي منه الخبرة والتجربة فيما تعنيه
قضية الخلافات والصراعات ثم التوافق بعدها. التجربة التونسية تجربة رائعة، تجربة نريد أن نستفيد منها، وسألته كثيرا وسنظل نسأله ماذا فعلتم حتى وصلتم إلى هذا الواقع التونسي الجيد، لأن نحن نريد هذا الأمر إن شاء الله في ليبيا. إنجاز تاريخي أكيد باش تكون عنده عديد التأثيرات الإيجابية في حال تفعيله على كامل المنطقة. خليفة، يبدو الاتفاق هذا بين أخذ ورد المواقف بعض الأطراف الدولية ماهيش مشجعة برشا، ولكن رغم ذلك الأمل مازال قائم. يسعى الاتفاق لتثبيت نفسه، يعني هناك مسعى، صحيح ثم تحفظات، مصر لديها تحفظات وهي حسابات سياسية معقولة، كل طرف معناها يريد أن يكون هو الفاعل والمحدد، الاتحاد الأوروبي بدوره. يبقى أنه في تونس الموقف غير مفهوم، يعني الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين لم يبدوا مواقف لا بالإيجاب ولا السلب بعد حركة النهضة. طبعا دوما حركة النهضة تتميز بسلوك سياسي براغماتي، يعني تسعى دوما إلى التواجد في كل عملية سياسية تعتبر أنه لديها مصلحة في التواجد والفعل. رئيس الجمهورية تفاعلت إيجابا مع الحدث، وهذا معلوم لأن هي الدولة التي استقبلت. دون هذا لم نرى أحزاب سياسية ومواقف عندها وجهة نظر أو رؤية، سواء كان بالإيجاب والسلب، وهذا غياب غير مشروع. احنا لا يهمنا الموقف ولكن غياب غير مشروع، خاصة وأنه كما قلت لك كل الأحزاب والفاعلين السياسيين في تونس يطالبون بوجود دور تونسي في ليبيا، يطالبون بحضور الدبلوماسية التونسية والأحزاب السياسية والرؤية التونسية فيما يحدث في ليبيا، وعلى أن نكون بالضرورة طرف في الحل داخل ليبيا، لأنه ما يمس ليبيا يمسنا بالضرورة، ولكن هذا غير مفهوم، لم نرى مواقف في هذا المستوى. واضح خليفة، في نفس الإطار في ليبيا، ليبيا صحيح نتمنى لها الاستقرار، ولكن أيضا عندنا فيها أولادنا إلى الآن ماناش عارفين مصيرهم. نذير الكتاري، سفيان الشرابي، بعد ما استقبلنا سي معاوية الشرابي منذ أسبوعين استقبلوا اليوم سي سامي الكتاري، وقلنا أنه بلاتو هذا يلزم ديما نذكر وبشكل دوري بالقضية هذه. سي سامي مرحبا بك، والد سي نذير، نشوفوا التقرير الصغير هذايا ونبداو الحديث معك. وزير الخارجية الطيب البكوش أعلن نهار الأحد الفارط على لجوء الدولة التونسية إلى القضاء الدولي في ملف الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري المخطوفين في ليبيا منذ سنة و96 يوم. وين أكد البكوش أنه تم تحديد مكان الاختطاف الثاني وموعده، لكن في ظل غياب حكومة ودولة في ليبيا وعدم إمكانية التعويل على القضاء الليبي وحده، فإن القضاء الدولي باش يساعد على حل حالة الملف. وأكد وزير الخارجية على ضرورة التكتم حالياً على التفاصيل المتوفرة. وبهكا نلقاو اللي تصريحات وزير الخارجية جات في الوقت اللي قاعدة تتضارب فيه الأنباء على وجود سفيان ونذير على قيد الحياة، وعائلاتهم يتأرجحوا منذ اختطافهم بين الأمل مرة واليأس عدة مرات، الأمر اللي خلاهم يتوجهوا لكل السلطات المعنية لاسترجاع أبنائهم. سي سامي، عام و96 يوم على غياب نذير الكتاري، على غياب سفيان الشرابي، الحكاية فيها برشا طلوع وهبوط. مرة سي سامي لقاوك متفائل منذ شهرين، الناس كل استمعت ليك أنك المؤشرات متفائل بها اللي موجودة بخصوص وجود سامي ونذير على قيد الحياة. اليوم شنو جديد سي سامي الكتاري في الملف؟ بارك الله فيكم قناة نسمة على الدعوة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا عام و96 نهار على اختطاف سفيان ونذير. كنا نطلعوا باش الانطلاق حملة كبيرة ياسر رسمية من داخل المجتمع المدني في علاقة بالموضوع، وكأني لم يحصل شيء، كان هناك نية مبيتة لقتل الموضوع نهائيا، ما عادش حابوا نتكلموا عليه. السيد وزير الخارجية برشا مرات يعطي تصريحات، احنا كعائلات ديما بعد اي تصريح نحاولوا باش نتصلوا به بدون جواب، ما فماش، مش معبرين، احنا وصلنا مرحله الاحباط. اخيرا صرح امام مجلس النواب انه تم تدويل القضيه، لكن العائله لم يتم اعلامها بالموضوع رغم هي المضر الاول. فين لم يقع الاعلام بالتفصيل في اطار حق النفاذ للمعلومه، الاعلام ما علماش، المنظمات كيف ما عندهاش علم بالموضوع. انا اتصلت بها الكل قلت ما عندناش علم، مشني عارف انا كلمه تدويل شنيه باش يعطيها لمحكمه الجنايات.
يعني الذهاب إلى الانتربول، اتجاه الانتربول، اتجاه المحكمة الجنائية الدولية، اتجاه الوساطات الدبلوماسية، شنو يقصد به؟ وزارة الخارجية دي متواصل في لعبتها، هي التعويم والضبابية للتهرب من المسؤولية. يعني أنتم من المفترض فمشكون له مباشرة بالملف في الوزارة ولا؟ وإلا هكا باقي الأمور عامة، هاوكا الملف موجود في الوزارة، فماش خلية خاصة متفرغة الملف هذا؟ خويا وزارة خارجية برهان، نسمع لي ثم خلية قبل في عهد الوزير السابق، أما حسب قالوا لي ما عملوش حتى نهار محضر ومخدوش. يعني اليوم ما فماش على الأقل شخص واحد لا يخدم آخر مرة 12 ساعة الحكاية هذه فقط؟ الوزارة آخر مرة اتصلت بكم أو اتصلتم بها وزارة خارجية؟ أنا خويا خليفة من رمضان يوميا نطلب وزارة الخارجية، نقول لهم حدوا لي موعد مع سيد الوزير إلى يومنا هذا، إلى يوم الناس هذا. الوزير مسافر في اجتماع، في جلسة، تو نبلغوا له يوميا. أبار الوزير سي سامي يعني ما عنديش الوزارة ما عندكمش فيزافي غادي؟ خويا سفيان، خويا برهان، من 8 سبتمبر ما فماش حتى أوفيسيال اتصل بعائلة القطاري ولا الشرابي، سواء من الحكومة مهدي جمعة أو حكومة حبيب السيد، وعندهم حق الرد. لنهار اتصل بنا واحد منهم. يعني الإحساس بداية القضية الناس الكل كالعادة يعني الدار تبدأ فيها ألف، وبعد كل نهار بشوي بشوي حتى تلقى روحك وحدك. طبعا دو أنا وحدي، أنا والعائلة. هو ناهيك أنا يوم 8 سبتمبر اللي تعدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يعني بتشكيل رسمي اللي هما باش يعملوا خلية. أي ثلاثة شهور تو تعملتش الخلية هذه؟ فمش منها حد شيء للمتابعة لل ما فما شيء. القضاء ما فهم شيء. القضاء الناس كل تتذكر فيه قاضي تحقيق نتنقل الغديكة شاف إيش قال لكم في نهاية الأمر؟ سي برهان راني صرحت لكم قبل، قلت لكم أنا المحضر اللي مشى عليه قاضي التحقيق ما توصلش باش يشوفه. أنا جتني نسخة. أنا توصلت شفته المحضر، المحضر اللي عامله القضاء الليبي. المحضر البيدون أنا شفته. اللي في ليبيا، اللي معمول في ليبيا. أي. تحصلت عليه. قاضي التحقيق التونسي ما شافوش. أنا عندي محامي في ليبيا، تحصلت عليه. هو جاب باهي هاك مشيت ليبيا وبعد. خويا راهي دقيقة بحسابها تو في ليبيا. انت البارح في لهنا سور بلاتو كان المصراتي يقول لك من 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 راس جدير حتى الجدابيه دواعش. انا ما نعرفش على سفيان ونذير تو فين فانا حلق. يا جت معلومات للدوله التونسيه ومتسطر عليها ولا الخارجيه ومتسطر عليها، خي يعطونا حاجه واضحه يطمنونا، ولا يقولوا لنا رانا برا تصرفوا على روحكم، رانا ما شفتش ما عادش عندنا نفس ولا رانا ما عملنا حتى شيء. انا ما شفتش نهار ناداني وزير ولا واحد قال لي ها وين وصلنا. كان ديما شويه صبر، هاك تعرف ليبيا ما فيهاش دوله، ما فيهاش حتى شيء. يا خويا هاكم تقبلوا فيهم يا السيد راشد الغنوشي تو يحتفل معاهم ويقبل فيهم، سي الباجي كيف كيف، شكون هو اللي قبلهم هذوك؟ مواطنين خاص مواطنين. انا ما سلطه ليبيه نجم تكون، بل من الواجب أن تكون قضية سفيان ونذير على رأس الأولويات في حديثنا مع المخيم الليبي. أنا سمعت كلمة الأولويات نتاعنا في الحملة الانتخابية من أولويات تولت من مؤخراتهم، من آخر حاجة يكموا فيها، وحتى إحاطة بالعائلة ما فماش نهار واحد في عيد ولا في مناسبة هز تليفون قال شحوايكم ولا وينكم. هذه مشكلة. أمين عندك تعليق في الموضوع هذا بالذات؟ انا نحب نذكر اللي دوب ما بديت قضيه نذير وسفيان، وبديت حتى كنت حاضر معناتها في اللمه اللي صارت وقت جانا خبر وتبين فيما بعد انه غلط فيما يتعلق بوفاه سفيان ونذير، وكيفاش الناس كل كانت ملمومه. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه، الناس هذوكم والناس اللي يدعيوا، خويا خلينا نحن هنا، ولو اني انا سفيان شرابي قريت معاه كلية العلوم القانونية، نشط معاه نقابين في الاتحاد العام التونسي للطلبة، ما خليني أنا بعيد. الاتحاد العام طلب تونسي. خليني روحي بعيد، مش لازم ندعي أني صديق، وينهم أصدقائه اللي يدعيوا أنهم أصدقائه؟ وينهم أصدقاء نذير؟ وينهم مشغلين نذير وسفيان؟ ما مشاوش وحدهم، مشاو وراهم تلفزة.
وينهم الناس هذوما؟ وينهم في الشارع؟ وينهم الوقفات الاحتجاجيه؟ علاش بو نذير وبو سفيان هما يتنقلوا باش يطالبوا؟ علاش الناس هذوما ما يعملوش الضغط كما اللي كانوا يعملوه قبل قدام الوزارات؟ علاش ما يعملوش وقفات احتجاجيه؟ علاش ما يطالبوش ويخليوا القضيه هذه لا تنسى، ما تدخلش في طي النسيان؟ دونك الناس هذوما اذا كان هما يدعيوا انهم الاولى والاقرب، وينها الاولويه وينها القرب؟ واضح خليفه. هذه وجاعة يحسوها الأباء والأمهات أكثر من أن كل الحقيقة، ولكن ثم مسؤولية واضحة للدولة التونسية. كما يقول لك اليوم عندنا حتى أطراف ليبية موجودة في تونس لهنا، استغلوا الفرصة كونوا نطرحوا القضية على معنى جدول اللقاءات رسميا لإيجاد حل. هو ما قالكش أنا كل حي ميت غير أعطيني بالضبط الحقيقة، كانوا حي يروح، كانوا ميت لقدر الله يحبوا يشوفوا معناها النتيجة واضحة وعملية. مش معقول تو المسألة تستمر إلى كل هذا الوقت وكان نحن غايبين. ونعاود ونرجع ونقول علاش المسألة في ليبيا هي هم تونسي بامتياز. أكيد أكيد، وإمكانيات الضغط موجودة من العينات، وإمكانيات الضغط موجودة وضروري زاد ما نتحرك في هذا سواء كدولة أو مجتمع مدني. هذه المشكلة. سي سامي كلمة أخرى كان تفضل عندك. والله نطالب باللي حتى بالعائلات، رانا تعبنا. نداء ديما راني نادي للحقوقيين الليبيين، يا ناس نذير وسفيان راهم ما عندهم حتى شيء، لا عندهم لا انتماءات ايديولوجية، لا عندهم حتى شيء، راهم خدامة، راهم مأمورين برا. صور الفيلم الفلاني ولا الروبورتاج الفلاني، يمشوا عندهم حدود. علاش هم بالضبط؟ علاش هم بالضبط؟ احنا نتسأل نقطة استفهام، ما لقيتش جواب. انا ما لقيتش قناعه لا من الحكومه التونسيه لا من الاطراف اللي اتصلت بهم سواء الليبيين ولا التونسيين، ما لقيتش حتى واحد قنعني اعطاني حاجه تقنعني تقنعني تخليني يا خويا نمنوا بالقضاء والقدر حكم ربي. اما علاش؟ واضح. سي سامي الكتاري والنذير الكتاري، شكرا جزيلا، والمنبر يبقى ديما مفتوح لك باش تبقى القضيه هذه حيه، ما تموتش بالنسيان. بارك الله فيك سي سامي. الفقرة اليومية نات نسمة مع أمين المتيراوي. مرحبا بكم في نات نسمة، الفقرة اللي تجيب لكم يوتيوب وفيسبوك والانترنت جنرالمون تجيبها لكم للتلفزة. اليوم مش نعملوا شيخة صغيرة مع الشيوخة، أي خلينا نتعلموا مع بعضنا كيفاش نشدوا التليفون بطريقة شرعية. بالنسبة للرجال ما يصير يخلي الموبايل على يعني اذانات، ما يصير. يعني وقت اللي يريد يحكي خلي بعده فد اصبعين ثلاثه يبعده. هيك يستعمله. هيك حرام. ليش؟ حرام. شنو سبب الحرام؟ يقولون الاذن من جمله الراس، وقلنا الرجل حرام يغطي راسه او يغطي جزء من راسه. فوالا ماذا بكم ديما سبعين ثلاثة على التليفون، ما تلصقوش برشا لوجوهكم به. نكملوا مع أمور التليفونات ونشوفوا شنو الحكم الشرعي متاع السونري. إذا أردت أن تعرف رجال فرقب حتى يدق الجوال. في رجال صاملين تجي نغمة جواله صاملة طر، وبعضهم نغمة جواله رنة واحدة، لأن فيه في الجوال رنة واحدة يعني واحدة خلاص طل. لا بعضهم لا يحط 20 رنة وبعضهم مطفوق تنكة مرجوج يحط نغمة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من شيخ سونري، أعطانا نصائح مفيدة وكل واحد يثبت في السونري متاعه. نمشيو الموضوع ما يقلش أهمية ويخص خاصة أحباء فريق برشلونة. لبس الملابس التي يوجد فيها صليب وصليب الأحمر والبرشلونة طبعا حرام. برشلونة الصليب صليب 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 كير يلبس مسلم صليبا حرام، سواء كان شعار نادي ولا شعار جمعية ولا شعار كنيسة ولا الصليب حرام لبسه لا يجوز. شيخ انت برجولية أمورك ما تعجبش، خاصة كان يسمعوك جماعة بومنديل اللي تجارتهم قائمة على بيعان مراول برشلونة المضروبين به. حاجة أخرى زادة تحية لصديقنا أيمن عبد النور اللي ما عندوش برشا من اللي لعب كونتر برشلونة. نمشيو الموضوع من أقوى الفتاوي اللي تنجموا تسمعوهم من جماعة هذوما، هي ملخصها إن الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها.
الحقني 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 يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين وانت اعمل ايه؟ مالي ايه؟ مالي اللي في الجرنان؟ انا مانيش مش نعلق، انا بطلت مش نخلي القيدوم عادل امام وعمرو اديب يقوموا بالواجب. ارضاع الكبير برضو حاجات غريبه يعني. لا ام المشكله يعني انا تخيلت مره مثلا لو انا مش موجود مراتي بتردع السواق عشان ايه؟ لو حصل ان ست وراجل موظفين قعدوا في حته واتقفل عليهم باب لازم الست دي ترضعه، فطبعا احنا كان هيبقى عندنا مشكله ان احنا كنا هنخش كل المصالح الحكوميه كل يوم الصبح نلقى الست ما عدا الراجل على حجره وخد يا حبيبي. هيا هاكم تفرجتوا حاصلوا اللي يعجبك في الحكايه هذه، اللي العرض مازال متواصل وفما ما اتعس من هكا برشا. ميسالش احنا هنا عملنا كوليكسيون صغيره فرجناكم في اقوى فازات نجم تشوفهم، لكن اللي يعجبك في الشيوخه هذوما اللي هما تيلمون بوغوسيت كيابطوا للشارع ينجموا هكايا البنات يقلقوهم. جات بنت يمكن من اجمل ما خلق الله ضربتني على خودي، كانت يو فيري بيوتيفول، هي تقول لا مو جميل، تقول انت جميلا جدا فيري يعني جدا يعني مو بس جميل، جميل وجدا. فقلت لها انت مو اول واحده تقولي هالكلام يعني، ياما بنات قالوا لي هالكلام. قالت ارجوك ارجوك بليز جو ويز مي، تقول تعال معي البيت. بعد الفيديو هذا بالذات مهند سمعت به اللي هو قاعد يندب، وسمعت اللي بليوناردو دي كابريو التحق بداعش وحالف ما يروح من غادي كان ما يعيطوله للشيخ هذا وصاحبه يلتحقوا بجهاد النكاح به. الله يتوليكم حاصيل وقد يكون شي تمسخيره يا جماعه وقد يكون شي زويه ولا في مخاخكم. نتنسمى اليوم وفات ان شاء الله تنقرض القنوات اللي جماعه هذم ديما مادين فيها وجوههم اون اتوندون ينقرضوا هما، ومن هنا الغادي ماذا بيكم تبعدوا صغاركم لو ماكسيموم لو ماكسيموم على الجماعه هذم. مشكور سي المتيراوي بارك الله فيك، رغم انه نعرفك انت من احباء برشلونه يبدو. انا من احباء برشلونه. برشلونه رد بالك ماله من حكايه الصليب اللي على برشلونه. كتله افاق تونس تسحب الثقه من مكتب المجلس وتعلق نشاطها، شنو هي الحكايه؟ لين درا عركه جديده داخل التحالف الحاكم، حزب افاق المده هذه هو مدار لسهام عديده قاعده تجيه شرقا غربا شمالا وجنوبا، شنو هي الحكايه؟ نشوفوها مع سي كريم الهلالي، نستقبلوه بعد ما نشوفوا التقرير هذا. تقسيم المقاعد مقاعد مكتب المجلس تم بحسب حجم كل كتلة، أربع مقاعد لحركة نداء تونس، ثلاثة مقاعد لحركة النهضة، مقعد للجبهة الشعبية، مقعد الاتحاد الوطني الحر، ومقعد للكتلة الديمقراطية الاجتماعية. كانت هذه تركيبة مجلس النواب الشعب الجديد وفق النظام الداخلي للمجلس اللي يقر بتجديد تركيبة مكتب المجلس في كل سنة برلمانية جديدة، تركيبة رافعها حزب أفاق تونس في إقصاء. ورفضا لهذا الإجراء أعلنت كتلة أفاق تونس خلال ندوة صحفية تعليق مشاركتها في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة 2016 وسحب الثقة من مكتب المجلس. هذا هي مشكلة إجراءات احنا نعتبره لم يقع احترامها، وهذا علاش سحبنا الثقة من مكتب المجلس، لأننا نعتبره أن مكتب المجلس ما كانش محايد، ما كانش ما قامش بالإجراءات القانونية الضرورية. قرار وجد دعم من المكتب السياسي لحزب أفاق تونس اللي دعا رئاسة مجلس نواب الشعب إلى ضرورة احترام النظام الداخلي للمجلس. أول شيء فما دعم المكتب السياسي لقرار الكتلة الموسعة بتاع حزب أفاق تونس وحزب السي تهامي العبدولي اللي هو الحركة الوطنية وسي رياض جعيدان اللي هما أعضاء الكتلة بتاعنا. احنا أعضاء الكتلة 10 حسب ما فهمنا من السيد رئيس المجلس فما مسألة إجرائية، واحنا بالطبيعه باش نحاولوا نتعرضوا للمساله الاجرائيه ونحاولوا نلقاو فيها حلول، نظرا لانه زوز كتل ب 10 نواب فما طريقه في التعاطي مع زوز كتل ب 10 نواب كيفاش يقع الاختيار. رد الكتله الاجتماعيه الديمقراطيه ما بتاش برشا، وفي ندوه صحفيه مماثله اعتبر اياد الدهماني رئيس الكتله انه الاحتجاجات على عضويتهم بمكتب مجلس الشعب هي محاوله من كتله افاق تونس للتغطيه على فشلهم في عمل المجلس وادائهم صلب الحكومه. هذه ناس فشلت في ادائها في المجلس في الاشهر اللي فاتت، وانتم تراقبوا تشوفوا في عمل المجلس وادائها قريب من الصفر، وفشلت
في أدائها في الائتلاف الحكومي، وتشوفوا الفضائح المتكررة والمتعددة. اليوم هذه الناس تحب تعلق فشلها على كتلة نيابية أخرى، هذا أمر غير معقول. احنا اليوم نستند للقانون ولا شيء غير القانون. هذا واجتمعت كتلة أفاق تونس برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من أجل إيجاد حل للإشكال الحاصل، بما أن زوز الكتل النيابية قد مقايمة فيها 10 نواب، ويبقى تاريخ الإيداع هو الفيصل لنيل الأحقية بمقعد في مكتب المجلس. سي كريم، شنو هي الحكاية؟ مكتب المجلس بالانتخابات وتم إقصاؤكم ولا بالتعيين وتم إقصاؤهم؟ شنو هي الحكاية بالضبط؟ ولا شوف، احنا الصرخة اللي هذه بقطع نظر على مكتب المجلس هي صرخة، لأنه حوكمة المجلس لم تعد تحتمل السكوت عليه. مشاكل كبيرة في المجلس نواب الشعب منذ انطلقنا الحقيقة، عديد الإشكاليات، واحنا تحلينا بالصبر وتفهمنا إلى عديد، سكتنا على بعض الأشياء، ولكن الوضع ما عادش نجم يتسكت عليه. العمليه هذه تاع مكتب المجلس صارت السنه الفارطه، وبنفس الالاعيب وبنفس كيف هي، شنو هي بالضبط؟ هي تتم على اساس انتخابات، على اساس تمثيليه نسبيه. ايواش هما 13 مقعد، نحي الرئيس ونائب الرئيس والنائب الاول والنائب الثاني، يقعدوا للبقيه بالتمثيل النسبي، الكتله الاولى ثم الكتله الثانيه حتى لين نخلطوا للكتله الثالثه. عمناول الكتله الديمقراطيه معنا شيء، معها معنا شيء، وزملائنا ونحترموهم، ما فما حتى إشكال. قدموا 9 نواب فيهم سي تهامي العبدولي، تمزال مدخلش للحكومة، وإحنا 8 اعتبرنا أنه الأمر تعديوا. هما ما تعديوش، خلينا نحكي لك. قدموا 9 وإحنا 8، جينا نهار الاجتماع في مكتب المجلس باش نفرقوا ونكتشفوا اللي القائمة بتاع النواب الكتلة الديمقراطية 8 فقط. السيد التوامي العبدولي خرج مشان الحكومة وما تمش تعويضه. علاش ما تمش تعويضه؟ لأنه الكتلة الديمقراطية ترغب أيضا، ورئيسها يرغب أيضا في رئاسة اللجنة المالية اللي هي ترجع للمعارضة. وكي مشى السيد التوامي العبدولي للحكومة، إذا كانت تجي تدخل المعاوضة نتاعو مع الكتلة تصبح في الحكومه ما عادش عندها حق في المعارضة. معناتها نحبوا ناخذوا اللجنة المالية، نحبوا ندخلوا المكتب المجلس. نهار اللي صار القرار 8-8، اي طرحت الاشكال كيفاش يصير هذا؟ عيب هذا، تلاعب، معناتها مش ما يليقش بالمجلس. الناس كل في احراج، رئيس المجلس سي محمد اللي يكون له كل التقدير والاحترام ونجله شخص كشخص دابور، معناتها نعرفه من قبل، شد من يدي قال لي سي كريم نتجاوز بربي الله غالب هذا اللي صار. صار وقتها دخلت الكتله هي في دخلوا هما هم السنه، ايش حصل؟ السنه نورمال مول المجلس قانون الداخلي في مفتتح السنه النيابيه كما يقول القانون، المجلس يعلن على هيكل المجلس الجديد، لانه المكتب المجلس ومكاتب اللجان تقعد سنه نيابيه فقط. فقط السنه النيابيه الجديده تتجدد في وتتجدد في مفتتح السنه النيابيه. افتتحنا السنه النيابيه في اكتوبر، ما صارش تغيير، قاعد تعمل نفس الهيكل المكتب واللجان، وهذا غير قانوني. انه عمل المكتب عمل قانونيه خاضع ان يتم الطعن فيها في اي لحظه حتى من عند مواطن. تفهمنا، لانه وضع الكتله الاغلبيه معناتها كان فيه انقسامات وفيه كذا، وذاك علاش اللي ما صار معناتها ما صارش. تفهمنا وضع الاولاد وحلفائنا نتجاوز. يا اخي ايش صار؟ يوم 9 نوفمبر قدمنا التركيبه نتاع الكتله نتاعنا، فيها نائبة جديدة الأخت نزل بيوي، اللي عوضت سي تهامي العبدولي، هي عوضت سي تهامي، كانت وحدها، ولات كتلة أفاق تونس الحركة الوطنية، ولينا 9. هذا عملناه يوم 9 نوفمبر. أولا ساعة في القانون فصل 36، الرئيس مطالب أن يعلن على التركيبة الجديدة بتاع كل تغيير يطرأ على كتلة في أول جلسة عامة تلي تلك تالي إيداع مطلب التغيير، وينشر ذلك في الرائد الرسمي لمجلس نواب الشعب. عندنا رائد رسمي لأن أعمال قانونية هذه. هذا ما تمش. يوم 25 نوفمبر الكتلة الديمقراطية نضافوا لها زوز أعضاء
نفس الشيء لا يتم الإعلام بهذا ولا يتم نشر منين نعرف احنا عندهم 10 ولا عندهم 9 ولا ما نعرفوش. الإجراء يتم عن طريق الإعلام الرسمي، هذاك هو الإجراء القانوني، وهذه تعبر إجراءات شكلية جوهرية في الموضوع هذا. ما صارش الإعلام، ما صارش تحديد موعد نهائي لتقديم الكتل. قاعدة الأمور المصيبة البارح في وحنا في الجلسة العامة أخبرتني الكاتبة العامة اللي كانوا راهو المكتب مجتمع وقرر كذا وكذا واللي يبت في التركيبة الجديدة تاع المجلس، وأنا في الجلسة العامة هم مجتمعين في المكتب اللي بحدنا. قالت لي عندكم شي حاجة؟ قلت لها بيان سور عندي، شبي ما تقولوش وش بي اليوم؟ قلت لها عندنا راهو السيد النائب الرياض الجعيدان راهو انضم لنا للكتلة. ومررت المطلب نتاع الممضى من طرف سيرياض وممضى مني انا كنائب رئيس تاع الكتله، لانه رئيس الكتله المفروض هي تمضي موجوده خارج الوطن في مهمه رسميه كلفها بها المجلس، اعطيتها وصلت يا اخبار كونهم ما قبلوهاش. طلبت فورا باش نقابل السيد رئيس المجلس في المكتب، هما في المكتب واعضاء المكتب، بارك الله فيه قبلني. قال لي سي كريم راهو معناتها ما قبلش المكتب لانه الوحده ماهيش ممضيه من الرئيس نتاع الكتله. يعني سنا كيف كيف لقيتوا رواحكم خارج التركيب؟ ليه نحانا معناتها بعد سلسله من الاخلالات اللي الناس اليوم، الناس اليوم سي كريم كما كنا نسمع يتهموك وقال الشوشره اللي عاملينها الكل هي تعويض على فشل في اداء سواء داخل المجلس او داخل الحكومه. شوف هذا كلام انا ما يسحقش حتى باش نرد عليه. كيفاه؟ ما يسحقش نرد عليه لانه الوزراء بتاع فيق تونس في الحكومه قايمين بالواجب نتاعهم وتقييمهم يخضع الى رئيس الحكومه، وقايمين بدورهم وقايمين بمهامهم على احسن وجه. الكتله النيابيه بتاع فيق تونس نفس الشيء موجودين، وكانت مواقفنا واضحه في الملفات الكبيره وفي مجلس الاعلى للقضاء وفي غيره من الملفات كنا واضحين. احنا ما عندناش اشكال مع الائتلاف. شنو مشكلته مع الكتله الاجتماعيه الديمقراطيه؟ تفضل دقيقه واحده سي خليفه سامحني. احنا ما عندناش مشكل مع الائتلاف الحاكم، مش مشكل تاع حكومه هذا الائتلاف الحاكم، ما يحبوا يهزوه للميدان الحكومه وميدان موقعنا في الحكومه. احنا نحكيوا على مشكله نتاع حوكمه نتاع مجلس لا اكثر ولا اقل. احنا في الحكومه موجودين وندعم الحكومه وتدخلاتنا في المجلس مسانده للحكومه، كنشوفوا بقيه الكتل معناتها يعني خلينا نتكلم بالنقاط على الحروف وبالوضوح التام. اكيد سيد كريم الهلالي تسمعوا اللي فما طرح كيلكو بار الله اعلم، كما حكايه المجلس هذه دبرت بليل، فما حاجات تدبر بليل زاد، فما ناس مش مرتاحين لوجود فائق في التحالف الحكومي يحبوا ياخذوا بلاصتهم. هل فما منها الحكايات هذه ولا تحسوا به الشيء هذا؟ ينجم يكون موجود بطبيعه هذا في المعترك السياسي، نجم كل واحد يحب يتموقع وكل واحد يحب احنا موجودين في الحكومه، طلب منا ان نكون في الحكومه على اساس برنامج على اساس ائتلاف، هزينا وزر العمل الحكومي وراه تقعد خارج الحكومه وتقعد في المعارضه هو تراقب افضل فهمني في الوضع هذا في نتاع البلاد، ولكن احنا تخيرنا كوننا نتحمل المسؤوليه وحطينا وزراء قيادات من الحزب رئيس الحزب وقيادات من المكتب السياسي هما تحملوا هذا وتحملوا في قطاعات هامه ونحاولوا نقدموا بالبلاد، والناس كل تعرف الكفاءات اللي موجوده في الحزب هذا والاطارات اللي موجوده في الحزب هذا. في الكلام هذا نتاع توا سي كريم خلينا نمشوا لجوهر الموضوع اللي تعرضتوا له. هذا جوهر الموضوع سي خليفة. لا لا هذاك جوهر الموضوع اللي تعرضتوا له الان، تشوفوا هو تدبير ام معناها مشكل مرتبط بمنهجية عمل عن حسن نية؟ اذا كانوا عن حسن نية ما يثيرش كل هذا اللغط. لا يثير. اذا كانوا بتدبير وين موجود التدبير من الشريك نتاعكم في الرباعي الحاكم او كيفاش؟ علاش توصل المواصل هذه؟ احنا المشكل ماهوش معناتها السياسي، ما فماش احنا شركاء في الحكم، ما نتصورش انا اليوم الشركاء بتاعي ما يحبونيش يكونوا في مكتب مجلس، مش هذا الموضوع. الموضوع موضوع قانوني بحت وموضوع نتاع حكمك قلت لك تاع مجلس الشعب، معناتها هذا مشكل قانوني. هذا لما انت اليوم ما تقيدش بالاجراءات وما تعملش حتى شيء وتعلن على مكتب مجلس وحدك في وتحدد اخر اجل وحدك من غير ما تعلمني به ومن غير ما تعلنه بصفه رسميه، شكون قال انا اليوم ما عنديش ثلاثه نواب اخرين؟ راهو مكتب المجلس هو الهيكل البرهان اللي يسير في المجلس وتواجدنا فيه راهو ماهوش منا حق وهو مساهمه منا باش نطوروا اداء المجلس.
لا اكثر ولا اقل. احنا اذا كان من اذا كان ماهوش معناتها من الزاويه هذه راه ما عندناش اشكال. اما تبقينا هذا مساله مبدئيه. الفكره وصلت واضحه ومشكور على الحضور وعلى رحابه الصدر عندي على احنا لا فقط بريان كلمه نختم بها. قول اللي نطلب كونه نحلوا هالاشكال هذه لانه اشكال هام وخطير ويتعلق بحوكمه المؤسسات. ما نجموش اليوم في ديمقراطيه جديده وحنا ناسسوا لمؤسسات كبيره نتاع الدوله ومجلس النواب الشعب هو مركز القرار انه تتخذ القرارات بهذه الطريقه. واضح سي كريم وصلت الفكره. عندي اسكندر العلواني على المباشر من مجلس نواب الشعب. اسكندر مساء الخير برهان. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة نسمع الجدل الحاصل هنا في مجلس نواب الشعب حول تركيبة جديدة لمكتب مجلس نواب الشعب. سأذكر أنه أقر مكتب المجلس البارح تركيبة جديدة بعد أن طالب في أكثر من مناسبة بقائمة المترشحين في الخطط المتمثلة في مساعدين الرئيس وعددهم 10. إلى حدود اجتماع البارح الكتلة الأكبر عدد من النواب هي الكتلة الديمقراطية الاجتماعية اللي قدموا 10 نواب، بينما قدمت أفاق تونس 9 نواب. لكن في آخر وقت وأثناء اجتماع المكتب أضافت أفاق تونس عضو جديد اللي هو النائب رياض جعيدان. وبذلك كان قرار المكتب أنه يكون اللي قدم أو الأول وصاحب الأسبقية في تقديم الكتل هي مجموعة إياد. وحتى في حالة تم اعتبار هناك تساوي أي 10-10 فالأولوية للكتلة اللي كانت لها الأولوية في إيداع الترشح. إذن أعضاء مكتب المجتمع البارحة صوتوا بالأغلبية المطلقة للكتلة الاجتماعية الديمقراطية بما فيها الجبهة الشعبية، أي الجبهة الشعبية صوتت لفائدة الكتلة الاجتماعية. وتم الإعلان هذا القرار في الجلسة العامة وأصبح هذا القرار نافذا، وبالتالي فإنه مهدي بن غربية يصبح عضو مكتب المجلس. هذا حسب ما تم يعني الإعلان عنه في المكتب، وهذا هو القرار نافذ المفعول إلى حد ما تناقشناها مع النواب ورئاسة المجلس. اياد مرحبا بك. اياد دهماني رئيس الكتلة، انت رئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية. خلينا نكون واضح معك، الله بوتيتر خليفة يختلف معايا، انا الحكاية دي ما فهمتش شيء. عندك حق. واتصور انه الشعب الكريم المجلس والمكتب 4-3 5-2 5-3 5-6 كان 6 مليون نجم ولا تاك فاهمين من عاد شيء. الشيء اللي فاهمينه اقرا عملناها في لحد الرياضه. الشيء اللي فاهمينه انه البلاد بوري بالمشاكل بالخلافات في الكتله الواحده خارج الكتل. زدتونا المره هذه بارك الله فيكم نضفتوا لقائمه الخلافات الكبيره بين الكتله الاجتماعيه والديمقراطيه وبين حزب افاق تونس. الجو ولا كبير، اتهامات كبيره. سي كريم الهلالي قال لي لا هذه مسائل ما عندهاش علاقه لا بالحكومه ولا التحالف الحكومي. احنا عملنا لاكت هذايا لجلب الانتباه لقضيه الحوكمه داخل المجلس. انتم هزيتوها لحاجات كبيره، فشل في الاداء الحكومي، فشل في اداء في مجلس نواب الشعب، واللي يقولوه العباد بكل وضوح سياد تحبوا تاخذوا بلاصه افاق تونس في الحكومه. هاو الشيء اللي يتقال. اولا باش نجاوب على النقطه هذه، لا حد اقترحها علينا ولا احنا عبرنا على رغبتنا في الموضوع هذايا. لا ابدا، هذا صارش مع بين النائب مهدي بن غربي والسيد رئيس الجمهوريه. لا 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 مطلقا، وانا هنا ناكدوا الكلام هذايا، هذا غير مطروح. المساله سهله ياسر. الدستور يقول انه المجلس يكون هياكله بالتمثيل النسبي، اللي عنده 10% ياخذ 10% واللي عنده 5% ياخذ 5%. شنو اللي صار؟ اللي صار انه المكتب فيه 10، كي نطبقوا قاعده التمثيل النسبي ياخذ نداء تونس 4 مقاعد، تاخذ النهضه 3 مقاعد، تاخذ الوطني الحر مقعد، وياخذ الجبهه الشعبيه مقعد، بقى مقعد، وبقى زوز كتل ماهوش ممثلين. المره اللي فاتت السنه النيابيه اللي فاتت كي اجتمع المكتب كانت كتلتنا فيها 9 وكتله افاق فيها 8، نهار اللي اجتمع المكتب لتوزيع المهام. دونك خلينا احنا ولو سي كريم يقول وقت نهارتها كنتوا 8-8. لا هذا مثبت. لا لا ما لا لا ما الدقه واضحه. نهار اللي جلس المكتب الكتله بتاعنا فيها 9. ما تعرف احنا نحكيو قانون. القانون هي الوضعيه القانونيه للكتله عند انعقاد المجلس. من بعد شكون استقال من بعد ولا شكون انسحب مساله اخرى. وقتها هو يقول انت تقصد بالتاسعة نتاعكم المعوض بتاع طبعا، لانه وقت اللي تم وهامي العبدولي. لا مش المعوض. وقت اللي تم توزيع المكتب المره اللي فاتت كان سيت وهامي العبدولي عضو في الكتله بتاعنا. دونك تم التوزيع على اساس هذه القاعده.
البارح وقت اللي تمت الدعوة للمكتب، تمت الدعوة على أساس توزيع، فما توزيع متاع الكتل مودع في مكتب الضبط وامور واضحة. الكتلة الاجتماعية الديمقراطية فيها 10 نواب. الدفاتر يقول ما علمونيش جملة بأنه ما يعلمهمش. القانون يقول طبعا ما يعلمهمش. شنو هي؟ هي الكتل لا تتشكل من أجل أنها تاخذ بلاصة في المكتب. سينو ولات تخلويض البلاد. القانون يقول أنه رئيس المكتب المجلس اللي هو في نفس الوقت رئيس المكتب في مفتتح السنة يعيد تشكيل الهيكل. كيفاش يعيد تشكيل الهيكل؟ يقول للناس هيا برا وعملوا كتل خلينا نوزعوا الهيكل؟ لا. يكلم الإدارة نتاع المجلس يقول لهم أعطيوني كل كتلة شكون فيها؟ جابوا له عقد الاجتماع للتوزيع. لخيان في كتلة أفاق كي بلغهم أنه المكتب باش يوزع زاد واحد ولينا 10-10. القاعدة في القانون شكون؟ اسبق الأول. لو برومي دون لو تون، لو برومي دون لو دروا. مادام فماش نص صريح مخالف للقاعدة القانونية تطبق القاعدة القانونية. لا ولا سبقت في لجنة المالية وسنا في علاش؟ لأنه احنا متمسكين بالقانون ونشوفوا شنو هي الحقوق اللي يعطيها لنا القانون. وسامحني والحديث على الحكمة، الحديث على الحكمة. في الأقل. الحديث على الحكمة هذه غير الوقت هي يعني المحاضرة والمقاربة نتاعك جيدة في إطار القانون. وناس كانت من المفترض تستمع عليها في الكونفرنس دي بريس اليوم. قلناه اليوم. لا. الشيء اللي كي ماركي التدخل نتاعكم اليوم حديث من نوع آخر. في السياسة. فضائح حزب أفاق تونس في الحكومة. أدائهم الكذا. إي لا هو باش نقولوا أنا في أنا راهو. الكلام هذا فيه أتاك مباشر لأفاق تونس يعني يتجاوز حتى القضية التفصيلة. أنت تعرف الإعلام. إي. أنه ما يثير هو اللي يرسخ عند الناس، ولكن الكلام اللي انا تو قلته مسجل والزملاء في الاعلام عندهم التسجيل تاع لكن حطيته في اطار الكلام الاخر اللي تقال الاخر ايضا انه قالوا هذوما الناس يتحايلوا وهذو صارت اتهامات للكتله بتاعنا غير مبرر واتهامات لرئاسه المجلس غير مبرر. اليوم الحديث على الحوكمه غلط. علاش غلط؟ لانه المكتب بكل مكوناته ائتلاف ومعارضة اليوم جايين معنا احنا ضد طرف الائتلاف. انا نحب نقول لك انا عندي تجربة توا متاع عمل متاع سنة في المجلس. السيد رئيس المجلس سي محمد الناصر نختلف والنظام الداخلي شي يقول، شوفوا عاد في الجلسة العامة يعيط للمستشارين النظام الداخلي شي يقول، وكي ناخذ نقطة نظام ويكون عندي حق يرجع للنظام الداخلي ويقول فلوق الخدمة هذه العجرية احنا نعرفكم هذه تكون الغني يقول وفش الخدمة هذه نيرة ما عرفش ليش بتعوف شنو فيش اللي خدم هذا وفلان عنده حق ما عندناش ما فماش علاش مشيتوا الانتقادات الحاده هذه علاش مشينا الانتقادات لانه رد على سلوك غير مقبول. هذه ناس تلقي في فشلها على ناس اخرى. اليوم معناتها إن يعني هو مجرد رد ولا قناعه عندكم انه حزب افاق تونس كما قلت انت وصفتها يعني بالكلمه الدقيقه يرتكب في اخطاء كبيره في الاداء الحكومي وكذا خويا هذايا احنا عندنا زميلنا احنا عندنا زميلنا في الكتله اللي هو سي مهدي بن غربيه اشار لملف خطير هي مساله التعاقد مع بنك لازار واللي هي مساله مش في نجيبوا بنك ولا ما نجيبوش الاجراءات نتاع العقد اللي صارت هي فيها اخلالات حقيقيه فيها اخلالات احنا للاسف شو نفس المعطيات هذيك ولا عندكم فيه معطيات لا فيه كل المعطيات وتم توزيع ملف على كل النواب وزعوا سيد مهدي بن غربية وأرسل لنا نسخة من الملف للجنة المالية ولكن ما نجمناش نعملوا جلسة استماع للسيد الوزير في الموضوع هذا نظرا لأنه كنا نناقشوا في قانون المالية ونعتبروا أنه قانون المالية مسألة مهمة وسي خليفة يعرف أهمية قانون المالية في السياسة. اليوم نعتبر أنه قرار غير مسؤول من كتلة أفاق تونس أنه نخليه النقاشات المهمة اللي تهم شهر العباد والفلوس متاع الدولة وسياسة الدولة باش نعاركوا على مقعد على غير وجه حق. والله كان جا عندهم حق أنا نتفهم ولكن هذايا سلوك غير مسؤول من طرف يقول اللي هو في الحكومة. تعرف الحكومة شنية؟ الحكومة هي الميزانية. بدون ميزانية فماش حكومة. والطرف اللي ما يشاركش في اعداد الميزانيه نحب نقول انه النائب اللي في حركه في كتله افاق تونس في لجنه الماليه صوت ضد قانون الماليه احتفظ لم يصوت مع قانون الماليه. هذا يطرح اشكاليات انا نتفهم وانا نقول انه الشوشره هذه الهدف منها تحسين شروط التفاوض نتاعهم في التحوير الوزاري. وانا اليوم ندعوهم لعدم اقحامنا في هذه المشاكل. معنيين هذه مشاكل ككتله
احنا اليوم ككتله لم يطرح علينا احد هذا الموضوع. انتم ما ناقشتوش المساله داخليا، احنا لم نناقش المساله ولم نتطرق اليها مطلقا ولم تكن على اي جدول اعمال. في حاله ما تم طرحها على الكتله الديمقراطيه الاجتماعيه المشاركه، احنا اليوم نمارس دورنا كمعارضه. خليني من اليوم اذا ما تم طرح هيات هي لم تطرح، انا ما نعملش سيونس ما يسالش من نطردوا لا بوليتيك فيكسيون هذه ما تعطي حتى نتيجه. ما بشوفهم اني انت باش تبقى تنجم تقول لي انا باقي على خط المعارضه وانتم خط كم. طبعا احنا ما زلنا على خط المعارضه، واليوم انا متراس لجنه الماليه كمعارضه ونصوتوا ضد كل المقترحات نتاع الحكومه اللي تتعلق بالميزانيه، الاجراءات الجبائيه قاعدين نشوفوا اللي فيه منفعه من وجهه النظر نتاعنا قاعدين نصوتوا معاه. شكرا لكم سي اياد القادم باعتبارك عبرت عن نيتك في الانسحاب. طبعا انا معناتها عندي كلمه واحده، وكنت عبرت في بدايه السنه النيابيه اللي فاتت انه حاله تسلمي لرئاسه لجنه الماليه سوف احيل رئاسه الكتله الى عضو اخر من الكتله، وتبارك الله عندنا من الكفاءات الكثير في الكتله وكلهم قادرين انهم يقوموا بالمهمه هذه. اللي نجم نقوله لك انه نظرا لاني في رئاسه لجنه الماليه مانيش باش نكون رئيس الكتله، ونظرا لانه سي مهدي بن غربيه عضو مكتب لن يكون هو رئيس الكتله، والباقي سوف يسير بالتوافق بين اعضاء الكتله. مشكور اياد الدهماني نائب على الكتله الاجتماعيه الديمقراطيه رئيس لجنه الماليه في مجلس نواب الشعب، مشكور على الحضور والتوضيحات. بطبيعه بعد هذا ندور وديما نرجعوا للتحدي الرئيسي اللي يشغل بال التوانسه عشيه اليوم، تسجيل مرئي جديد لتنظيم داعش حول تونس والعمليه الارهابيه الاخيره، تهديدات جديده لا تقل خطوره على التهديدات المتعودين عليها كلما طلعنا هالفيديوهات من هذا النوع. الإرهاب في تونس ظاهرة محلية أم صراع قوى دولية وإقليمية؟ رياض السيداوي ومازن الشريف نشوفوا التقرير ونستقبلوهم. في محاولة جديدة للرد على النجاحات الأمنية التونسية المتالية، التنظيم الإرهابي داعش قام اليوم العشية بإصدار فيديو في تهديد الأمن للبلاد وتوعد باستهداف الأمنيين، وهو تحرك مش جديد على هذا التنظيم الدموي اللي كان ضربته الأولى في الروحية نهار 18 مايو 2011، ومن وقتها قعد أنصاره يتنقلوا كيف الخفافيش بين الجبال والمغاور، يقوموا بضربات غادرة في كل ملكاف وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها، وكانوا يحشدوا أنصارهم في عديد المناسبات على غرار أحداث السفارة الأمريكية وغزوة المونجالا، ثم تنقلوا لمرحلة الاغتيالات باغتيال كل من الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد الإبراهيمي، ثم ضربوا سوسة وباردو حتى وصلوا قلب العاصمة عبر العملية الأخيرة اللي شهدت نقلة نوعية في التحركات الإرهابية بالقيام بتفجير انتحاري داخل حافلة الأمن الرئاسي. هذا ما ننساوش فاجعة ذبح الراعي مبروك السلطاني. كلها تحركات قاعدة تلاقي في تصدي واضح من كل الجهات الأمنية، لكن كيفاش باش نفهموا هذه الظاهرة ونقضيوا عليها من الأساس؟ هل هذا يتطلب نظرة من الداخل واعتبارها إنها ظاهرة محلية، أم إنها تستوجب نظرة إقليمية دولية شاملة، خاصة كي نشوفوا إنه الإرهاب قاعد يتنقل من الشرق إلى الغرب والاتهامات قاعدة تتكاثف بين الدول؟ سي رياض السيداوي مدير مركز دراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، مرحبا بك، شكرا لاستقبالك. سي مازن الشريف الخبير المعروف، مرحبا بك. سي مازن المرة هذه ماناش بالسكايب على الهواء مباشرة، انا عندي 100 ميجا حسن سكايب، انا عندي 100 ميجا وقريبا يصير 1000 ميجا. يا باهي تولي يعني خير من القمر الصيني. ما نتعبوش ما نتعبوش. سي رياض كالعادة التهديدات يعني قائمة موجودة، آخر حاجة اليوم تسجيل مرئي يبدو أنه من زوز شباب توانسة من الحسكة في 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 دمشق في سوريا، لغة تهديد كبيرة، أنا جايينكم يحيي في نجاح العملية اللي سميها هو العملية اللي استهدفت الأمن الرئاسي ويعد بعملية أخرى، ويتحدث فيهم واحد يقول أني كنت في اعتصام القصبة في 2011 وكانت مطالبنا حقوق ضد الدولة الظالمة، الآن مطالبنا حاجة واحدة الكرتوش في رؤوس الطواغيت ولن تهنأوا. وتحدث في إشارة واضحة ما فهمت شنية الحكاية أنه الاستهداف المرة القادمة ستكون تحرير الأسرى من السجون، والسجون موجودة على خارطة أولويات العمليات من نوع هذايا. ساعة تقييمك رياض السيداوي لجدية مثل هالتسجيلات وأهدافها؟ هي هدفها سيكولوجية، زعزعة الاستقرار والأمن في تونس وتخويف الناس. أنا عملت من 1 نوفمبر ل 15 نوفمبر كنت في دمشق وبيروت وبغداد. في بغداد حدثت انفجارات، في دمشق وصلت قريب الحي جوبر بجنب الكنيسة المريمية
تقريبا 2 كيلومتر الى قلب حي جوبر وين تسمع الضرب الكلاشينكوف. وايضا في لبنان وانا مروح من بغداد وقع انفجار برج البراجنة في نفس الساعه تقريبا لازتني الفندقي في الحمر. ثم مؤخرا من نهار الاربعاء الجمعه الفات كنت في مستدعي الاتحاد الاوروبي، تونس كانت حاضره كدوله تونسيه في لشبونه في مؤتمر حول الارهاب، انا متدخل كخبير في الارهاب. اذا انا مع السوريين والعراقيين شو قصه الدواعش التوانسه؟ مرعوبين. الداعش التونسي هو الذباح الجزار الاشد قصبه. هكا تولت حتى في العراق، في العراق طبعا، في العراق وسوريا طبعا، في العراق وسوريا، ولنا ما شفناش بشر مثل التوانسه. يودي ولا مش التونسي ربشوش بتاع ضحك بتاع نكته لا، هم الاكثر بشاعه، الاكثر شراسه، الاكثر دمويه. انا من نهار لولا نحكي ديما على سوريا، يقول لي ايش بك مع سوريا؟ مشيت عامل ولد دمشق ورجعت دمشق، هي مربط الفرس. راهو عندنا 5000 6000 الارقام متفاوته وزيد اكثر، لانه ثم ما يعرفوش في المفقودين الى اخره. اذا هذه قنابل موقوتة. وقلت أحد أسباب الأربعة للرهاب في تونس هي تصفير شبابنا في سوريا. وأؤكد وأكرر أنه ثم شخصيات سياسية وإعلامية وثقافية وحتى أساتذة جامعيين شجعوا على الجهاد في سوريا. تو سوريا الموجود فيه، كنت موجود فيها، تقصفت 6 مرات من الجيش الإسرائيلي، 6 مرات والجيش الإسرائيلي يقصف أثناء الأزمة الأخيرة، في الأزمة الأخيرة من بدأت الأزمة اليوم 6 مرات. وشنو قصف الجيش الإسرائيلي؟ قصف مراكز أبحاث نووية، قصف أكاديميات عسكرية، قصف الجيش السوري، قصف منصات صواريخ. إذن لماذا تقصف إسرائيل من الجو سوريا أو الجيش العربي السوري ومن البر الدواعش؟ ولصالح من يشتغلوا الدواعش؟ ما هو آخر شيء خرج، تعرف احنا مركز علمي في جنيف لا نتحدث الا بتصريحات لا مماش في المواقع وفيسبوك وفلان وفلان حتى يكونوا صحيح. لكن اخر ما خرج برنار باجولي هو رئيس المخابرات الفرنسيه الخارجيه دي جي سو في اجتماع مع رؤساء المخابرات في 27 اكتوبر الفات في واشنطن يعمل التصريح التالي: خريطه الشرق الاوسط القديمه انسوها، العراق خريطه جديده تفكيكها، وسوريا خريطه جديده، دول جديده ستخرج في المنطقه. اذا المساله واضحه، وهذا حسب قلته في كتابي يعني من تونس الى دمشق حقائق خفيه على الربيع العربي من المقدمه نحن ازاء سايكس بيكو اثنين تقسيم فعلي للمنطقه. انا في البرتغال في لشبونه واخر الصفوف لاول مره نعطي محاضره، اخر الصفوف تشوف فيها كولونيل وجنيرو بالتزي نتاعهم اوروبيين ساكتين ياخذوا في دينوت كلمه ما يحكيهاش، واحنا الخبراء والسياسيين نتحدث في الموضوع. قلت لهم داعش في سرت، في ليبيا، هل هي خلية نائمة؟ هل هي خلية إرهابية نائمة؟ داعش في سرت عندها درابو، عندها مصافحات، عندها دبات، تدرب في طيارين انتحاريين، هل هي خلية سرية نائمة مش شايفينها؟ الأسطول السادس مش شايف، مش شايفها، الأقمار الصناعية مش شايفينها، الحلف الأطلسي مش شايفينها، جيش معمر القذافي لقيتوه وضربتوه ودمرتوه، 30,000 ضابط وجندي تم تفحيمه ليبي، جيش صدام حسين من البصرة حتى الكويت تفحيمه شفتوه. وداعش في سرت تعمل الوظيفية في الإرهاب. محاضرتنا اليوم في نزل أفريقيا على اللي استدعتنا جبهة الهوية المقاومة كانت محاضرتي فيها في وظيفية الإرهاب، وظيفية داعش. داعش عندها وظيفة لابد أن تنتهي، لفونكسيوناليزم تاع داعش. تنجيوها المسألة هذه قضية الإرهاب وعلاقته يعني بصراع القوى الدولية والإقليمية وأيضا المعطى المحلي زادا اللي خلينا نفهموها الحكاية يعني. كل شيء مرتبط ببعض. فوالا، خلينا نشوف سي مازن. مازن الشريف اليوم تسجيل يجلب الانتباه أيضا، قضية السجون، استعراض لأسماء ما سماهم يعني المتدخل بشهداء الجهاد من البختي والقلي من 2011 حتى التوا اللي ماتوا في السجون، ودعوة لما يسميهم أخته بأنهم يصمدوا وأنه في برنامج لتحرير السجون، وجلبت انتباه أيضا انتقاد من داخل العائلة الواحدة للناس اللي رافضين مسار العنف واللي وصفهم المتدخل في الفيديو هذا بالمتخاذلين، الإخوة المتخاذلين. فنسي اقتضى على الفيديو من نوع هذا؟ والله شوف، الفيديو هو في سياق المعركة. أنت تعرف أنه الصورة عند تنظيم داعش صورة مهمة جدا، والفيديو له أنواع. ثم مثلا مبروك السلطاني، القتل والاعترافات، الذبح، وثم اللي نزلته دابق بكر الحكيم والمجموعة التي هددت تونس بإخراج اليودي أيضا. ثم الفيديو هذا أعتقد أنه ينبع من حالين متناقضين. الأول
وليبرر في اعتقادي العنف والشدة والغلظة في الكلام هو حال هذا التنظيم في سوريا وفي العراق. أنا كنت مع دكتور الصيداوي في العراق وثمة حال من الانكماش ومن بدايات الهزيمة، هذا يعني على الأقل في الهيكلية الظاهرة، أما الانغماسيين هذا يتطلب سنوات طويلة، لكن المجموعات الظاهرة ثم ضغط طبعا بعد التدخل الروسي بعد المعطيات الجديدة ثم نوع من الانكماش، في حين في تونس وفي فرنسا العمليتين كبار تعملوا ثم حال من النشوة، ثم كمون في ليبيا. إذن هذا الغضب ينبع من أنه ثم حال من الانكماش الموجود في سوريا على الأقل بالمعطيات الحالية، وثم نوع من الانتشاء يحب يستغله ينقل تلك الشحنة إلى الخلايا النائمة الموجودة بتونس أنها تتحرك، وتعرف أن الخلايا هذه عندها نسبة معينة من حرية الحركة، ثم نسبة محددة تعطى كما كل الشركات اللي تبيع بالانترنت، وكل واحد يخلق مجموعة وعنده نسبة من حرية الحركة بالطريقة هذه باش يكونوا موجودين في كل مكان، كل رئيس خلية يخلق خلايا أخرى. واللي يخوف أكثر أنه مثل هذه الدعوات قد تحرك أكل الدواعش اللي معمرين معدل على الموت حتى من غير أمر الزعامات اللي تحكم فيه، هذه تخوف ياسر، هذه مشكلة كبيرة. بالنسبة للسجون، معروف أنه سجن رومية في لبنان كان يشكل خطر على الأمن القومي، كانت تدار عمليات من جماعة عبد الله عزام وغيره من سجن رومية. إحنا في السجون التونسية هذا ملف يحتاج للمراجعة، عندي بعض المعطيات لست مخولا بها، نتصور الناس في نقابات السجون او المسؤولين يتكلموا ولو عليها، ولو فيه وعليه الكلام هذايا بخصوص، احنا ديجا من بيح السر قاعدين نعدوا في تحقيق خاص بخصوص المساله هذه. اي نعم، ولو أي. فانا عندي معطيات طبعا من اكثر من طرف انه ثم اشكاليه تاثير بعض حاملي ذلك الفكر على المساجين، تاثيرهم الى غير ذلك، ثم اشكاليه. فاللعبه المهم انها تدار الان من اجل تحفيز واستغلال الانتصار. انت تعرف انه تحقيق عملية ناجحة في الوضع الحالي ما هوش بالسهولة اللي تصورها الناس، صحيح تصير عملية، لكن اللي يعرف العمل الأمني تحبط عشرات العمليات كل شهر. يعني سوسة نجت من مذبحة 16 عملية تقريبا في نفس اليوم، ثم عمل تقوم به المؤسسة الأمنية ككل والمؤسسة العسكرية كبير جدا في الاستباق، هذه إضافات جديدة نحن يعني مطلعين على بعضها من خلال بعض اللقاءات. ف اللي قاعد يصير هو أنه كي تنجح عملية تستغل على أقصى حد. عملية فرنسا مسألة ثانية في اعتقاد، عملية فرنسا هي الشركة الأم اللي حكينا عليها ديما، فعلت مستوى أكبر لمعاقبة فرنسا لأسباب أو لأخرى. عملية تونس هي نجاح لهذه المجموعات تحب تستثمره، تعرف أنه سيتم التضييق أكثر، فهو دعوة لتحريك الخلايا، وأعتقد لابد من انتباه، وأنه إذا كان تكلموا على مكان إما يهاجموه أو ما يكون تغطية لمهاجمة مكان آخر. طبعا أكيد. سيد رياض قبل ما نمشيه للأخبار، أنت تتحدث على أنه تطرح في نقاط استفهام مهمة وتقول أن داعش هذه ليست سوى أداة لقوى كبرى، ما تخيلش أنه الخطاب هذا زاد يثبت المعنويات ويصيبنا بالإحباط؟ لا بالعكس، قول باش نقاوموا، ما احنا ماناش داخلين في حرب مع داعش، داخلين في حرب مع قوى دولية كبرى، واش ينجم المسكين اللي موجود تحت السكينة مع الناس هذوما مع ذبيحيه؟ إذا كان الولايات المتحدة عندها مشروع التقسيم، شو عندنا باش نجموا قدام مشروع التقسيم؟ إذا كان هذه قوى عظمى واقفة وراء داعش وتحرك فيها، اش نجموا نحن يعني أمام هالسيناريو هذايا؟ لا نجم. لماذا؟ يا أمريكا انهزمت في فيتنام وخلتها دبابات وهليكوبتر وهربت هروبا واعترفت بالهزيمة. أول شيء سوريا هي ستالينغراد لهذا المشروع، الخراب العربي سوريا عملت لهم ستالينغراد. روسيا تدخلت بكل ثقلها ومن الطرف سواء في العراق وسوريا، بوتين صارت عنده شعبية ساحقة وسموه السيد علي بوتين، لأنه صارت شعبية ساحقة، لأنه وضع حدا، روسيا وضعت حدا لهذا المخطط الكبير، نعرفوا الان من يموله، وبدو يحكوا عليه راي مش حتى اسرار، لو جت هي اسرار وتوصلنا لها، لا هذه تصريحات علنيه. تنجيك مساله التدخل الروسي، ما هو الا تدخل اجنبي، يجيبك اخرون يقولوا لك انت رافض التدخل الاجنبي، توازن الروح لتدخل اجنبي اخر. هل تشوفوا تعقيدات المعركه ضد الارهاب في ابعادها الدوليه والاقليميه؟ لكن جوست بعد الاخبار تبقوا معنا. كما قلت السي رياض السيداوي مدير مركز دراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، مازن شريف الخبير الأمني الباحث في القضايا الأمنية ذات العلاقة مباشرة بمسألة الإرهاب،
خليفة، كنت تسمع قبيلة السيد رياض سيداوي يحكي أن سوريا كانت ستالينغراد بالنسبة للمشروع هذايا، مشروع التقسيم اللي إحدى أدواته الإرهاب داعش. توا سيرياض أنه مش نقع في مشكل كبير، يعني الخيط الرفيع بين مشروع ديمقراطية المجتمعات العربية ومشروع الصومل اللي تعتبره أنت جاي في إطار مسلسل أمريكي على المنطقة. يعني كيفاش يمكن الفصل طيب بين هذا؟ لأنه الخوف أنك مش تسقطنا في معناها مشكل هو نبذ الديمقراطية. لا وكأن لا الديمقراطية مؤامرة في النهاية، المشروع نتاع الديمقراطية وهو مطلب الشعوب العربية مؤامرة لتسويق الإرهاب في المنطقة. كتابي متحمس أكثر الناس في روز 24 نعيط صوتي بح. خلينا من كتابك سيرياض، احنا نحبوا توا. لا بالضبط، لأن أنا عندي محاضرة كلاسيكية في جامعة الغربية عنوانها Qu'est-ce qui l'empêche la démocratisation dans le monde arabe ما الذي يمنع ديمقراطية الوطن العربي؟ أهم شيء قلت لهم هو دوائر الاحتكار الرأسمالية الغربية الموجودة في وول ستريت في واشنطن وباريس ولندن ما تحبش الديمقراطية في الوطن العربي يا سيدي. تعرف متى الديمقراطية في السعودية وفي قطر؟ يعني برميل البترول بألف دولار. شكون اللي هم حب في الأوبك يطلعوا الأسعار؟ فنزويلا، الجزائر، إيران، يعملوا المستحيل حتى تطلع أسعار البترول بتخفيض الإنتاج. تجي الدول هذه مثل كيما السعودية وقطر بأمر من قنصل الأمريكي في الرياضة في الدوحة غرق السوق بالنفط يوصل ل 30 دولار 20 دولار حتى ندمروا ونحاصروا الدول الأخرى. إذن أحد أسباب العوائق البنيوية الهيكلية لديمقراطية الوطن العربي هي هذه الدوائر الاستعمارية التي تريد أن تتعامل مع ديكتاتوريات، لأن البزنس هو مع ديكتاتوريات. هي الديكتاتوريات كانت موجودة قبل دخولنا المرحلة هذه، موجودة الديكتاتوريات. شنو علاش نبدل في الديكتاتوريات؟ لهذا السبب أنا قسمت في كتابي موجود نجم توريه إلى آخره. في هذا من تونس إلى دمشق حقائق خفية عن الربيع العربي من اخر اصدارات الدكتور رياض السيداوي. تنجموا تعطيوني الكاميرا على الكتاب فشنو حتى احكي شنو اللي طرحت الكتاب، وهي محاضره ايضا تجدها كلاسيكيه سوسيولوجي دو بانتو اراب انتر انترفونسيون اكسترن ايدالميزم انترن. السوسيولوجيا الربيع العربي بين التدخل الخارجي والديناميكيه الداخليه. نحن مع كل هذه الثورات الديمقراطيه، لكن ثورات ترعاها قطر خويا، ثورات ترعاها السعودية، ما شكون فدلكو؟ توضع ملي سمحني توضع عشرات المليارات الدولارات باش تكسر ليبيا. ليبيا هل هي ثورة لما يجي حلف الأطلسي يدمر دولة؟ هذا يقولوا يقتل في شعبه بالبرامين المتفجرة، عنده 80 جنسية أجنبية، هو شيشانيين، هم أتراك للأسف التوانسة من جايبين من القمرية ساوت تفس على الكار أمني يشيش الموة أي بنجا أي سجين مثل عجفة بالبوعاشي في القية هذا قاعدة باليمن شرتها قطر أجرتها. هل هذه ثورة؟ سيد رياض هذه فرصة ماناش في السكايب ولا غالب ما نجموش نتفاعلوا معاك في السكايب توا على المباشر أنت والأستاذ مرحبا مازن الشريف. خلينا نقول زاد فما وجهة نظر أخرى، أنت يعني في خطابك ديما تذكر في قطر السعودية المحور هذا تسميه المحور الراجعي المرتبط بالمصالح الرأسمالية الإمبريالية يعني في الأدب السياسي نتاع اللي تعلمناه. إيه يقول لك هل هذا مبرر اليوم أنك تسوغ في مسوغات شرعية تريد أن تعطيها لأنظمة زادة سيفيني سقفها انتهى؟ ما معنى اليوم أنت تبدأ فرحان وسي مازن فرحان مرين على دمشق في ضيافة نظام بشار الأسد؟ إيش معناها تهرب من تهرب من تهرب من قطر والسعودية مشتاقة تحت السقف؟ أنا قاعد نقول لك في ملاحظة أخرى، نعم أنقل نظام طائفي، نظام 30 سنة أو أكثر من 30 سنة جاثم على أنفاس شعبه، نظام مخابرات، نظام حتى في علاقة بالمقاومة والممانعة لم يطلق طلقة واحدة في الجولان هكا يقولوا لكم. ثم أنت سي ماجد الشريف تحكي على العراق تجربة العراق، ماشيين في ضيافة نظام طائفي وأشد طائفية من الناس اللي قاوموا فيه، شيعة زادة تقتل في سنة وسنة ترد عليها بالإرهاب. يعني يقول لك هل كتب على الباحث والمثقف باش يهرب من هذايا؟ لا لا يجي تحت سقف هذا بالنسبه كيف بالنسبه وايضا ساطرح بالنسبه لسوريا. عندي برنامجين في فرانس 24، كنت مع الثوره السلميه في درعا، انا مع كل الثورات السلميه. جينا سوريا رولان ديما وزير الخارجيه السابق والفيديو موجود بالحرف الواحد، يقول بالحرف الواحد رولان ديما اتصلوا بي
هذا قبل الأزمة بسنوات، الإنجليز والأمريكان وقالوا نحن نعدوا في كوموندوس ونعدوا في مقاتلين لإسقاط النظام هذا بتاع بشار الأسد، لأنه جامع المقاومة اللبنانية سنة 2006، وإذا انتصرت المقاومة اللبنانية 2006 فاروا في الجيش السوري، لأنه هي مقاومة الجيش السوري أيضا، فإذا نعدوا في كوموندوس لضربة. هذا رولون ديما وزير الخارجية قال لهم لا، احنا فرنسا سياسه ديغوليه معروفه لا ندخل في الشؤون العربيه، وفرنسا لا تشارككم في هذا المشروع. هذا وزير خارجيه فرنسي. لماذا لا تحمل المسؤوليه للديكتاتور العربي؟ خليني نكمل. انا معك يعني الديكتاتور العربي كان بالامكان، كان بالامكان انه انا ما عادي انا اقول لك حاجه مثلا، خلينا نناقشه بشكل مفتوح. احيانا نحكيه حتى على تجربه بن علي، بتيتر احدى اخطائه الكبيره انه ما مشيش في اصلاحات، الشيء اللي قاعدين نحسوا فيه رجل يا بشار الاسد، ما الذي منعه ان يدخل في اصلاحات من 2000؟ معاك معاك عندنا تصنيف، عندنا تصنيف، لكن عندنا تصنيف. انا قلت لك برنامجين كنت مع الديمقراطيه وما تحركت سلمي. لما تجيني اسرائيل تقصف 6 مرات سوريا، لما تجيني قطر والسعوديه يحطوا 20 مليار دولار لتدمير سوريا في حين لم يبنوها مصانع ولم يبنوها مدارس ولم يبنوها جامعات، لما تجيني انا مخطط واضح يحبوا يقسموا هالبلاد، هذا لسبب بسيط بالنسبه لي، لانه بلاد مقاومة عملوهاش للأردن. في السعودية ثم ثورة في المنطقة الشرقية، الناس عشرات الآلاف، عندنا الفيديوهات، الموت لأهل السعود ما يعدها حتى التلفزة الأوروبية، يخبوها عليك ما تشوفهاش. في قطر شعر الكتاب وذلك الوريته الإهداء إلى محمد بن ذيب العجمي وأسرته وأربعة أبناء اتصلوا بي، شعر الثورة العربية الحقيقية، شعر الربيع العربي الحقيقي، قال بيت شعر لخص كل شيء. وعقبال البلد اللي جاهل حاكمها ويحسب أن العز بالقوات الأمريكية، لأن عندي مقاربتين إلى أي نظام عربي، المقاربة الوطنية إلى أي حد هو يمثل نوع من الوطنية والسيادة وعلاقة إسرائيل، والمقاربة الديمقراطية أنك تغير الطيارة الأمريكية بالطيارة الروسية. يقولوا لك هكا ناس كثيرين يقولوا لك هكا زي الروسية، الروسية تاريخ روسيا، الروسي جاي تاريخ روسيا، الروسية ثورة نوفمبر الخالدة 1.5 مليون شهيد حاربت بالسلاح الروسي، الثورات العربية كلها حاربت بالسلاح الروسي، الفلسطينيين حاربوا بالسلاح الروسي، المقاومة اللبنانية بالسلاح الروسي. الروسي كنت مع محمد فوزي وزير الدفاع من حرب الاستنزاف من 67 و 70، عندي الانترفيو لحد الان مسجل بالتسليح الروسي. اسمعني، غير التسليح الروسي يقول لي كانت مجانا، كانت عنوته، وضحك تعرف عنوته يقول لي كريدي، احنا كارني كريدي، اعطونا الميغ، اعطونا السخوي، وعمرها ما خلص فيها الاتحاد السوفيتي، وعمرها ما خلص فيها الجزائر، الى حد الان يشتري له السخوي الميغ، ما يثقش في الطرف الاخر، بينما لاواكس كي تشري السعودية لاواكس يقودوها الطيارين الأمريكان. نحن شوف، لا خليني نكمل، نحن مع توازن يعني دولي ومثقف وخبير، ثم ثلاثية الآن ملزمين بالخروج منه، إما الاستبداد أو الإرهاب أو الاستعمار. هذا هو كيفاش ممكن نخرج من الثلاثية المقيتة الى مجتمع ديمقراطي؟ سهل سهل ان نركز من الارهاب نمشي للاستبداد، سهل ان نركز من الاستبداد نمشي. نحن عندنا مقاربات واولويات، ثم قلت لك المقاربه الوطنيه الديمقراطيه، انا مع الديمقراطيه، انا عندي تيبولوجي تصنيف للانظمه العربيه، هذا ما يحبوش يحكوا لي. تعرف شنو تيبولوجي تصنيف؟ الفئه الاولى الاكثر ديمقراطيه، الحمد لله تونس على راسها الى حد الان، لبنان موجودة فيها إلى آخره، فيها متوسطة الديمقراطية وفوق، مثل المغرب فيها انتخابات جيدة، الكويت هاي دولة خليجية تقولوا لي دولة خليجية. تونس نجحت في هذا بالقضاء على الاستبداد، اسمعني على نظام استبدادي. الفئة الثالثة الأكثر سوداوية فيها قطر والسعودية. تقول لي ليش؟ نقول لك حتى تزوير الانتخابات ما وصلولهاش، حتى يعمل انتخابات ويزورها مازالوا ما وصلهاش، ما ثم لا برلمان ولا ثم نقابات ولا ثم حتى شيء، ظلام دامس. هالظلام الدامس هذا اش يعمل؟ هو اللي يمول في التحركات هذه. الظلام الدامس هو العامل لك اعلامي يا سيدي، هو شريك المثقفين، انتهاء المثقف العربي. شنو له ذمته؟ شنو ذمته؟ انا مشيت لدمشق بيه على حسابي، عندي البيه على حسابي. ايوه لكن المثقفين ايضا موجودين الان في الان رؤيتنا هي كالتالي: عدم تدمير الوطن العربي. انا مع كل الثورات السلميه وهذا موجود في الكتاب حكي بالتفصيل، كل تحرك سلمي مع، اما يجي الحلف الاطلسي ويدمر لك البنى التحتيه وما يخليك شيء، ما عادتش موجود في سوريا. حتى لا ارجوك تو في سوريا، هذا زاد من الاكاذيب التي وجدت. الرصاص في درعا، الرصاص في بالعكس هذاك كله كان مسرحيه عملها الحلف الاطلسي. بالعكس هذا هو السي بلاند، عندي محامي صديق نجم نعرفك به ويجيك، هو تو في اسطنبول اسمه خالد، كان في درعا من الناس اللي شاركوا في العمليه، يقول لي لما دخلنا الفرع المخابرات. اسمعني هذيك قصص الجزيره وافلامها، يعني فيلم هذاك الطفل الصغير اللي بدات الجزيره في درعا. الجزيرة كيفاش الديكتاتوريات، كيفاش تشاهدوا اعلام الديكتاتوريات الاستبدادية المطلقه القروسطي
دي كيفاش؟ أو عمل الآن توازن على الأقل نقول فيها مثقفين وفيها كذا من الناس يعني فيها مفكرين عزمي بشارة وكذا شنو شعلينا هذا عزمي بشارة عزمي بشارة بشارة السوريا وبشار الأسد وحب وحب ما ثقوش فيه شكوا فيه اعتقدوا أنه من الموساد والشمبيت إلى آخره فأزاحوه أصبح الآن ينظف خطر حتى نكون منهجيين نحن مع الثورات السلمية ومع الديمقراطية ومع إصلاحات عميقة جدا في سوريا ونمشي مع لكن ما حدث في سوريا أو في ليبيا هو الخداع المقدس في البحرين ثورة سلمية دخل الجيش السعودي فلق في الثورة السلمية لصالح ديكتاتوري في ليبيا لا العكس في سوريا حضروا لها مجهزين لها راو مجهزين لها هذا رولون ديما وزير الخارجية الآخر مسؤول المخابرات السابق السعودي بندر برسلطان كان عنده مخطط كامل لزعزعة الأمن السوري الآن احنا شنو نعمل هذه بلد تنتج في القمح وتصدر هذه بلد جميلة جدا عندها صناعة عندها بوم إلى آخره وقعت عليها تكالب من الداخل دول الفرنسيس والإنجليز والسعوديين والقطريين يحبوا ينشروا الديمقراطية في سوريا هكا يحبوا ينشروا الديمقراطية في سوريا ما يحبوا يخربوها يحبوا يدمروا هذا هو الهدف الآن عندنا أولويات نحن مع الديمقراطية والحرية لكن أيضا في السعودية وقطر نحن مع تحرير محمد بن ذيب العجمي نحن مع إبراز هذه الفيديوهات آلاف الناس اللي تنزل الشوارع الموت لآل سعود ما عندي لك حد وأنا عايش في الغرب وأعرف سياسة كيل بمكيال هم عندهم أنظمة مستهدفة كل الأنظمة التي شاركت في حرب أكتوبر العراق سوريا مصر الجزائر اللي قاتلوا وشبه انتصار هذاكم مستهدفين أما الديكتاتوريات الاستبدادية المطلقة فهي محمية تماما وكمال ماذا توافقوا؟ والله التحليل وإذا كان وافقتوا بالنسبة لي أي وتونس شو مدخلها يقول القائل شوف أنا إذا كان هو يعتبر أنه السيناريو هذا سيناريو مخطط به في عواصم يسميها عواصم الرجعية العربية هي تونس عليش الاستهداف شوف أنا هو عالم في العلوم السياسية أنا نتكلم بالعلم الاستراتيجي التوافقات الفكرية بيننا كبيرة جدا التوصيف يختلف إيش معناه أنا سميته الربيع العبري معروف المصطلح لأنه البداية كان ربيعا عربيا في تونس كان ثم حلم كان ثم إذا الشعب يوما أراد الحياة عندما يتحول الأمر إلى حريق هذا أمر يصير مريب ثم يصبح جريمة اللي صار في ليبيا كان حريقا كبيرا ويستمر إلى هذه اللحظة أيا كان موقفي مع هذا أو مع ذاك لأنه في نهاية المطاف في الفنون الحربية ثم تقنية تكلم عليها بعض الخبراء نتكلم عن المنصة الصينية اليابانية اللي هي النقطتين اللي بعد اخذوها وسموها تقنية الجناحين وتكلم عليها عبد الله بن محمد منظر داعش في سنة 2011 في كتاب المذكرة الاستراتيجية شنو هي الخطة هذه؟ أنه إذا خصمك أوقعته في فخ في النقطة ألف حس أنه هو في فخ مش يهرب تلقائيا نقطة ثانية نقطة باء تكون حضرت له فخ أكبر منه هنا يضطر أنه مش يرجع وكان رجع هذيك دمره فيه الاستبداد كان فخا كبيرا وقعت فيه الأنظمة دام ما كتب له من وقت الشعوب سئمت من ذلك خرجت حكوا على تونس ومن بعد أثر فيما بعد وتم استغلاله خرجت لا تريد هذا الأمر أن يستمر تنادي بأمور معينة عجز الحاكم حينها أو عجز أنه يتعامل مع هذا الأمر ضيع برشا وقت فشنو صار؟ خرجنا من حكم ديكتاتوري إلى ديمقراطية وحرية نتكلم كما نحبوا عدد كبير من الأحزاب السياسية إلى غير ذلك شنو كان البديل من بعد؟ إرهاب عمره ما صار قبل كان ثم عائلة تستسرق فيك تو ثم يسرقوا في أولادهم نفايات وقمامة فوق رؤوس الناس جرائم قتل غير عادية أمراض نفسية لوثات إلى غير ذلك إذن البديل كان كارثي في مستويات رغم أن ثم نقاط إيجابية عملنا انتخابات ديمقراطية لكن الموت اللي وصل لها الدرجة هذه ما وصلش قبل حتى غلاء المعيش حتى كي تحكي مع المواطن يقول لك والله قبل كان أرحم هنا هك القهقرة اللي مش تصير طوى هك الانتكاس النفسي هذا الخطر هنا مش تصير الضربة بالنسبة لسوريا بالنسبة للعراق أنا نحكي على العراق مش نجاوبك على مسألة زيارتي بعد اللي صار أنه البدائل كانت كارثية من أدار هذا الأمر من موله من دعمه كل الأدلة الموجودة تتجه إلى المحور الذي ذكره الدكتور رياض السيدار وهذا المحور يحركه محور أعلى منه وأقوى منه في لعبة الأمم لعبة الشطرنج الجديد فرانسوا هولاند تكلم عن ماذا عن الحرب العالمية الثالثة بإخراج جديد
بطريقة جديدة. أعرف شخص، أنا اشتغلت في سوريا وأعي جيدا ما أقول، كان ثم شخص في الدولة السورية نائب ومعروف وشيخ، فوعدوه قالوا في 3 أشهر سنسقط النظام السوري وأنت لديك منصب كبير جدا، فدخل في هذه المعمعة وهو إلى اليوم ما زال لاجئا وينتظر. إذن نائب في البرلمان، كان في البرلمان، وكان نحبش سمي اسمه، أنا أعرفه شخصيا. فالمهم أنه اللعبة التي تمت أن الجيش السوري منع وقوع هذه الكارثة التي كانت ستنتشر أكثر. الحشد الشعبي، التطرف في الشيعة في السنة مرفوض. أنا مشيت كسني وألقيت محاضرات كسني كتجربتي التي أنتمي إليها، لكن إذا وجدت من يحاورني ويناظرني ويختلف معي بهدوء لا مشكلة في ذلك. التطرف من الجانبين غير مقبول، البحث عن البدائل هذا هو المسعى، لكن اللي قاعد يعمل فيه الشعب العراقي، الحشد الشعبي فيه سنة، فيه صابئة، فيه أيزيديين، فيه غيرهم، يقاتلوا في هذا الخطر اللي جاي من تونس. طوى نسأله نجاوب على سؤال، علاش تونس بالذات؟ بالضبط. بخلاف مسألة الكوامن اللي حكيت عليها في كتاب رحلة في عقد الإرهاب، بخلاف مسألة التمشيات والكوامن القتالية لدى الشاب التونسي والتصحر الديني اللي عنده وكونه تحول إلى رمز بعد الثورة حبوا يستغلوه، بخلاف هذا، الموقع الجيوستراتيجي لتونس مهم جدا. تونس هي بلد كأنه فيه اجتماع أوروبا مع أفريقيا مع العالم العربي، تشكيلة عجيبة عبر تاريخه، وهذه التشكيلة وهذه القيمة الجيوستراتيجية أيضا بجانب ليبيا كنز من الثروات، 5 في العالم في البترول، الجزائر أيضا وما تحويه على مشارف أوروبا، وتلك الطاقة الأولى اللي خذوها الشباب في العالم الكل حتى في أمريكا، الشعب يريد صار شعارا حتى في دولة العدو الصهيوني رددوها الشباب اللي خرجوا ينادوا بإصلاحات. هك الطاقة هذيك اتخذت ومعها الشباب، وثم لعبة، ثم أخطاء وثم جرائم، وأنا ديما نحكي على 3، العاجز والأحمق والخائن. ثم عجزة ما عرف شوف شي يديروا المرحلة، وثم حمقى، ثم حمقى يفتح باب القلعة ويظن أنه يغلقه طبعا. وثم خونة اللي قاموا بدوره ومازال يقوموا به. فالمسألة راهي خطيرة ياسر. أنا ديما تمنيت كما حتى الموقف توم اللي يصير في ليبيا، أنا ديما نتمنى أنه يرجع لنا هك الذكاء الدبلوماسي، هك القوة المخابراتية اللي حلت مشكلة الشاه مسعود وغيره، هذا الكل تضرب. متمنوا أنه بعد العملية اللي صارت على أمطار من وزارة الداخلية وبعد التهديدات اللي مازالت، واللي أنا ليلة العملية كنت في قناة تلفزية وقال بعضهم مبروك السلطاني ذبحوه لأنه هم ظلوا ضعاف، هيك التحليل الساذج، قلت بعد كل مناوشات جانبية كل ملاكمة ثم ضربة في العمق. الذي يحدث الآن هو تدمير ممنهج. علاش يدمروا نمرود؟ علاش يعملوا عملية باردو متحف باردو؟ علاش يدمروا متحف الموصل؟ لأن المسألة حضارية، علاش يشوه الجالية المسلمة الموجودة في أوروبا؟ أنا كان تعطيني شوية وقت نعطيك تلخيص. ما عنديش برشا وقت، تفضل. ما عنديش برشا وقت، خلي خليفة. هو أعتقد أنه علاش ديما نمشيو في اتجاه وجود مؤامرة أجنبية؟ لا هي مش مؤامرة أجنبية، هي تطبيق لمشروع مشروعات، هي مسألة ممكنة والطبيعة لا تقبل الفراغ، وبالتالي سيتدخل الأجنبي في كل الحالات. لكن عندنا مشكلات حقيقية نعيشوها نحن، احنا لم نحسم كثيرا ولا قليلا مسألة علاقة الديني بالسياسي في مجتمعاتنا طيلة سنوات. الثغر الثقب الأسود موجود فينا، أنا معك، هذا طيلة قرنين لم نحسم المشكلة، هذا علاقة السلطة بالنخبة، علاقة الدولة بالمجتمع المدني، المسألة الديمقراطية والدولة الوطنية، مسوغات ومبررات الدولة الوطنية. الآن هذه المشكلات كل نعيشوها في واقعنا، صحيح ثم تدخل أجنبي واضح، ولكن التدخل الأجنبي مش هو خرج الناس في انتفاضات، التدخل الأجنبي ما جابش أجانب وحطهم لهنا باش يعملوا الإرهاب، هذه ثم مشكلة موجودة لدينا وداخل مجتمعاتنا، يلزم نجابها بعقلانية، مش نضع كل شيء على الآخر، لأنه عشنا 50 سنة زاد كون كل مشكلاتنا وراءها إسرائيل، لأن كل مشكلاتنا وراءها الآخر وقطر. والخارج، ما السعودية وقطر أنا ما نحسبهمش، ما عندهم حتى معنى، هم دول يعني في الاستبداد مجرد وكلاء. المهندس الرئيسي وغيره كل شيء، ولكن هم مجرد قلت لك هم دي سوتريتون، مش هم المتحكمين في قوانين اللعبه. انا اتحدث عن صانع القرار الدولي وهو الصانع الامريكي. علاش احنا كذلك ما نلتفتش الى مشكلاتنا لهنا ونحلها بطريقه خارج هذا التنازع، لا للارهاب
ولكن لا للاستبداد ولا للتدخل الاجنبي. المقاربه هذه مطروحه على النخبه التو ما لقاتلهاش حل. لا بالتاكيد لا، نحن مع ذلك لانه ثم لا حتى لا نقفلوا ويلي مصلينا ودك كن في البرنامج الاول لفرانس 24 موجودين في اليوم مع اي ثوره ديمقراطيه، كتابي كامل يحكي على ذلك. انا كنت انادي بالديمقراطيه 14 سنه في جنيف ما جيتش حتى لتونس. انا من الناس الذين هللت لكن ثم التلاعب. شنو هو الربيع العربي؟ هو نهر جارف عملوا له برجات وسدود وتحكموا فيه. هذه الدوله تسقط، هذه الدوله ندعمها لا تسقط، هذا يمشي هذا يمشي. وصلت انا احنا في المركز الكرابس هذا في جنيف نشتغلوا كثيرا على تصريحات الزعماء الكبار والمسؤولين، مش هو لي كومبلوتيست اخر شيء يفكر فيه. ولي كومبلو رولون فابوس مؤخرا يقول لك جبهه النصره افين اكسيلون ترافاي، جبهه النصره هي القاعده في سوريا، قال لك عملت عمل ممتاز جدا ومتنرفزين كيفاش روسيا تضرب جبهه النصره. قال لك اسلام معتد جو بايدن نائب الرئيس الامريكي امام الطلبه في جامعه هارفارد هكا بالميكرو والفيديو عندي هنا تنجم تشوفه ونجم تبثوه بثات وسائل الاعلام صديقه يقول بالحرف الواحد اصدقائنا الاتراك والسعوديين والقطريين مولوا صنعوا داعش لان هدفهم اسقاط بشار الاسد باي شكل من الاشكال واحنا الان في ورطه. ايف بوني رئيس المخابرات الفرنسيه دي اس تي يكتب في لو موند نقول هيك زاد اونتر دو جيمين انا حفظتها حرفيا انا ان فغي بروبليم افيك لو كاتار اي جو مون فيش دي ريزلتا دو باريس سان جيرمان. كي نترجمها يقول لك عندنا مشكله حقيقيه مع قطر تمول الارهاب وما يهمنيش في نتائج باريس سان جيرمان. عندك وزير الخارجيه الالمانيه قال شيء نفس الشيء. عندك تصريح واحد خرج في تونس وسكتت عليه وسائل الاعلام وما حبيناش نخدموا عليه، هو تصريح لطفي بن جد لما كان وزير الداخليه مش بعد ما خرج صحيفه اليوميه الخبر منشات رجال اعمال خليجون يمولون الارهاب في تونس. بلا يعطيك سؤالا 6000 تونسي شكون اللي هزم الحلب؟ كل واحد 20000 دولار باش يوصل غادي دخلوا عن طريق تركيا دونك بعلم المخابرات التركيه وصلت المخابرات التركيه. من دفع لهم؟ رجال الاعمال الخليجيون. من هم رجال الاعمال الخليجيون؟ ما هي علاقتهم باجهزه المخابرات؟ اذا الصوره اصبحت واضحه. لكن انا ديمقراطي، انا ديمقراط، انا عايش 21 سنه في بلد ديمقراطي في سويسرا واعرف ما معنى الديمقراطيه. لكن ديمقراطيه لكن أقول ديمقراطيه عفوا ديمقراطيه تمولها السعوديه وقطر. لا التجربه احنا عشناها وعاشتها امريكا اللاتينيه، علاش ما لقاوش 6000 برازيلي في المشكل هذا؟ ما هو عاش دول امريكا اللاتينيه وشيلي وغيرها عاشوا انتقال ديمقراطي وما استطاعوش الاخرين يقع اقحام، ما لقاوش 6000 برازيلي ارهابي. يعني احنا عندنا مشكل حقيقي لهنا قلت لك في حسم مساله الديني بالسياسي. لم تطرح لم تقع معناها ثوره فلسفيه وعلميه ومعرفيه للقطع مع المشكل هذا نهائيا. وراء ذلك ايضا رياض السيداوي في 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 تنزيل المساله هذه أدلاء الفلسفي والفكري اللي طرحه خليفة، خليني في السياسي زاد الواحد ونقول لك للسن الخبيثة شو تحكي زاد. مرحبا بها. وأنت تعرف اليوم التصورات المستقطبات. مرحبا بها. متحمس رياض السيداوي على الدور السعودية وقطر وساكت على دور الإمارات يقولوا لك. أي الإمارات نفس الشيء. الإمارات. يعني لا رغم الناس الكل مثلا يعرفوا اللي العركة في ليبيا مثلا هي عركة محاور المحور اللي ما هاي ولا انت تعتبر انه الامارات داعمه للديمقراطيه المصريه؟ السعوديه هي في محور الامارات، الامارات تدخلت بعد قطر، قطر دعمت الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين في الامارات خافوا مرعوبين يقول لهم خلايا ما خلايا ضاحي خلفها الامريكان السفير الامريكي امام قاده الشرطه العرب الحرف الواحد انتم تتامرون علينا وتريدون خرجنا من السلطه وايصال الاخوان المسلمين. وخرجت وثائق ويكيليكس على علاقات الاخوان المسلمين باسس الامارات دخلت في محور مع مصر وتقترب الى سوريا. الان السعوديه تخرج بالمحور هذا وتلتصق الى محور من تركيا وقطر، لأن السعودية تاريخيا هي التي مولت الاخوان المسلمين، حمت الاخوان المسلمين ضد من؟ ضد جمال عبد الناصر. لان السعوديه كانت في حرب مع الناصريه، السعوديه كانت في تحالف مع ايران الشيعيه ضد مصر السنيه الازهريه لان قود عبد الناصر، وثم بعد ضد العراق الشيعيه في صيغتها الشهنشاهيه يعني مش في صيغتها الخمينيه، وضد زاد صدام حسين السني التكريتي. الطائرات خرجت وفهمت والقوات الامريكيه استوطنت في السعوديه الى اخره. اذا انا عندي رو اولويات، مش معنى راضي على اي دوله، انا من الناس الاحرار لك تدرك لاي انظمه عربيه لكن عندي اولويات. السوريين يقول لك يا اخويا قطر والسعوديه، يقول لك هك المقاومه اللبنانيه كيف كيف، يقول لك هك قطر والسعودي. انا مش عاتي شاكرا وان بلون هكذا مسيبه الامور تخدم، لا ثم النقد الايجابي. قلت لك من الناس الذين انتقدوا وينتقدون اي نظام ينتقد. انا الكويت، انا عمري ما نحكي على الكويت، عمان عمري ما نحكي على عمان،
حتى البحرين وهذا مشاكل جبتها في بعض الاحيان ككونتر اكزامبل كيفاش قوه تدخل وكان فيها الامارات الامارات والسعوديه داخله انا خرجوا في الفيسبوك خرجوا انا رياض جزائري جزائري وما فمش ناس عاينوا مني مثل الجزائريين. دائما حكيت على جيش بلا مخابرات من دراسات علميه وفهموا ويعرفوا عمري ما جتني شتيمه مثلا من الجزائر لانه يعرفوا اشغال علميه. انا من الناس حر في المساله هذه يعني لا ارتبط باي نظام ولا ادافع عن نظام بل بالعكس اخترت افقر الناس. انا دافع على موريتانيا كي جاء وهان وامير قطر تعرف مشى لموريتانيا رئيس موريتانيا استقبله استقبال جمهوري في القصر وقال له امير قطر قطر ستعاونكم تعطيكم قروض ومنح قال له بس بشرط قال له مرحبا شرطك شو هذا جنرال محمد عزيز قال له الحين تضبقون الديمقراطيه تعملون الديمقراطيه في موريتانيا قال له انت عندك ديمقراطيه في قطر برا اخرج ترى ده حتى واحد من الخارجية الموريتانية ما هزاش وما وصلوش إلى المطار. ليش؟ لأن أمام النفاق المقدس الكذب المقدس الخداع المقدس الرجعيات العربية الملكيات كانت تتساقط في الستينات أمام ضربات الجمهوريات على أخطائها على ألاتها على مشاكلها. يا سيدي نظام يزور في الانتخابات متقدم على نظام عمره ما ورى شعبه صناديق الانتخابات هك ولا؟ ما الاقطاع النظام الاقطاعي متقدم عن النظام العبودي والنظام الرأسمالي متقدم عن النظام الاقطاعي. ايضا هذه الجمهوريات الوطنيه متقدمه مليون مره على من يحاربها. رياض السيداوي ما العمل ما عندك دقيقه العمل هو الوعي في بلد مثل تونس بلد مثل تونس يا شبابنا الدواعش راكم ذهبتوا ضحيه والعوبه الناس اكبر منكم واكبر من مخاخكم راكم تجاهدوا في سبيل اسرائيل في سوريا تذكروا ان سوريا قصفتها اسرائيل 6 مرات مره واحده تكفي هي ضربتها 6 مرات جبهه النصره كانت تقتل في القنيطره ضد الجيش السوري تجي اسرائيل مدفعيه الاسرائيليه تقصف الجيش السوري وتجي الامبيلونس الاسرائيليه وتاخذ الجرحى بتاع جبهه النصره وتعالجهم وعندنا الفيديوهات موجوده. اذا الوعي السياسي مناضل من اجل الديمقراطيه السلميه نسحب البساط من وراء المشاريع هذه الاستعماريه ومشاريع التقسيميه وسايكس بيكو 2 العداله الاجتماعيه ثم تصنيف الانظمه العربيه الخداع المقدس هي الديكتاتوريات الملكية الإقطاعية شديدة التخلف شدت لك الإعلام والشيوخ وشريك الصحفيين وسد جميعين وكتاب اللي يمشي شيراتون الدوحة يدوخ يعمل 5 أيام غادي فهمت الله ويعملوا مرسيدس وهو فيدوخ ينتهي كمثقف عضوي. ما عندناش في الوطن العربي جون جاك روسو ما عندناش مونتسكيو ما عندناش فولتير الناس الذين يقولون لا للحاكم لا للسلطة. أنا أقول لا للحاكم من المحيط إلى الخليج يعني لست لكن في نفس الوقت لا أدفع ضريبة الاستعمار ما تحطنيش استبداد استعمار حتى إذا جاء الاستبداد الوطني إذن لا أقبل الاستعمار لأنه استعمار دبل هو استبداد واستعمار في نفس الوقت. واضح رياض السيداوي كلمة أخيرة مازن في ثواني. والله نرجو أن الرؤية الفكرية التي نقدمها تخرج ولو قليلا من الندوات والإعلام وتصل إلى أذن الحاكم دائما منبر وتطوعيا راو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نريد الا الاصلاح ما استطعنا. واليوم ظلمتوني في الوقت عمل صاحبي ما يسالش يسالش هو مش كل انت بحذانا هو مش ديما رياض يعني مستانسين من جنيف واستغلينا فرصه وجوده في تونس. خليفه نستودع يعني مشاهدينا رياض السيداوي مرحبا بك شكرا سعدنا باستضافتك سي مازن الشريف كيف كيف أعزائي المشاهدين كامل الفريق ناس نسمة يحييكم ويقول لكم سهرة ممتعة على نسمة وإلى اللقاء غدوة إن شاء الله.